ذكر بتلفظ دائما 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 ذكر بتلفظ هلا 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 مرحبا هلا مرحبا وما وين احط انا قهوي مرحبا وسهلا يا هلا هلا الله حيك سلامك الله يكرمك شلونك يا مرحبا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا مرحبا ايش المسبح يا هلا شيخ هذا مسبح ودك تقط الشماغ وتطب فيه السباحه ترى من احسن الرياضات يا سلام تحرك كل العضلات انا اشهد ارحب يلا حيهم يا مرحبا خلونا نجلس ونسلموا ايش رايكم يا مرحبا شلونك خالد الخبر طيب هلا والله هلا هلا بالشيخ الله يسعد الوجه يا مرحبا تفضل شيخ طيب ما عليك زود شلونك عساك طيب تربع تربع اي جنب ثاني شلونك الله الله شو العلوم كيف الحال اديت له حمله جح قبل هذه 40 سنه تربع تربع وغني البقاء هلا والله كيف حالك طيب الله يطول عمرك مرحبا الملايين سلام شاء الله يحييك مرحبا سلام على محمد هلا الله يطول عمرك شلونك الله يحييك سلام يسلم عنك دايم ابطيت عشان اجيب الشيخ شيخ سليمان تفضل هنا استاذ مسامح هلا حبيب ان كان تبي جنب ربعك الامر لك الامر صار ارحب سياف يا مرحبا الله يبارك فيك ارحب هلا استاذ الله يحييك يا هلا ومرحبا الله يطول عمرك ريان مرحبا العامري الله يكرمك ارحب حالك الله يطول عمرك شلونك الله يعافيك سلام الله حي الله يمسيك حي الله خالد شعير يلا حي اي قهوه قهوه نعم اي بس شعير ولا انا لا لا ما فيها شعير حالك الله يطول عمرك شلونك سلمت يا هلا الله يسعدك شخبار طيب البقاء ارحبوا يا ضيوفنا منا ومنا لب عينك ثامر بن مدعث مرحبا الله ومسهلا استاذ مسامح الشمري والله نعم ايش حالك يا شيخ سليمان جويلان الله يكرمك ايش حالك ساكت يا حب الغلا يلا حيا ايش حالك شيخ الله التياب وياك اللي هو جماهير داخلين علي بالتويتر على من ابو مدعث ها ابو مدعث ما شاء الله يلا حيا الله يحييك شلونك الله يطول عمرك حيا الله السفراء هلا ومرحبا يا مرحبا شلونكم شلونكم يا شباب ساكم طيبين وين البقية؟ ما اتفقنا؟ جاي ايه تكفان يلا يا مرحبا الله يحييكم جميعا كيف عدت البرايم عدة كذا بشكل كويس؟ والله مو بكويس ابدا المرة ذي ابدا مو بكويس اي والله عسى ربي يوفق سعود اي والله ولا والله كلنا ترى انصدمنا والله كيف طلع واحد منهم؟ طلع والله اي والله ثالث واحد يطلع الأول غسان الشهراني ثم حي الوهيبي من أهل عمان ثم أنا قبل أشوفه أسلم عليه قلت إن شاء الله حق عليه أي نعم ثم الحين ثم السرتال سعود الجوزة أنا قلت فرحة يوم شفت فرصة يوم شفت أهل عمان قلت أسلم عليه يا زيرهم ما يحتاج ثم سعود الجوزة يوم السبت طلع أي نعم قبل أمس أسأل ربي ييسر أمورهم جميع والله يقويهم يعينهم الله يطلعكم درجات الجنة طهور سلام الله يا مرحبا عبد العزيز ابو ظهير اسمح لي سلام عليك شيخ يلا طهور طهور لا باس عليك الاستاذ مسامح الشمري طهور عسى ما شاء الله بسم الله عليك وجاك ها ما ترى تهابت ولا في المسبح ارحب نواف العتيبي هلا والله فقدتك الحلقه الماضيه نواف اقرب فقدتك
هسه ما اشر ايش فيك تتغلى انا عارف واحد من الشباب يعني بسم الله عليك ما ترى باس الله يلبسك العافيه الله يلبسك العافيه ايش رايكم يا جماعه نستغل الوقت ونبدا يا عبد العزيز ما نقدر ها جل تعال يلا ما نقدر حقيقة كل شوي يجي واحد اثنين لا لا اللي يجي خلاص يجلس مباشرة ما شفته أنا عند عطار بس هم لا شافوك ما يقدرون لازم يسلمون البقى البقى الوجه عن فرصة مرة يهون يجون قبل عشان ثامر الحزيمي مسامح الشمري نايف أنا قلت ثامر أحمد الرحيم مبروك يا مرحبا يلا حي كيف حالك طيب جو يلا حي أرحب يلا حي كيف الحال شلونك طيب حيا الله أحمد يا هلا وغلا وتريلة حلا يلا حي الله يبقيكم الله يبارك بعمرك يا حبيبي اي ما يحتاج من دخلنا ترى ما في شيء هنا برامج واقعيه ما في رجعه على طول كيف حالكم يا شباب عساكم طيبين شلونكم يا شباب شلونكم طيبين ان شاء الله الله يفكهم مبطين عن انا ودي شيخ كم اليوم 28 28 عن الوالدين والأهل اليوم 29 تذكرنا يا شيخ لا عشان تعرفون نعمة شوفتكم هذا التبرع الله يا عاد ترى احنا في السمران الكلام ذا يذوبنا يوفق علينا يعني احنا على قول لا لا صحيح البعد لذلك من نعيم اهل الجنه ان ابائهم وازواجهم وذرياتهم من كل باب طيب الله وجهك يا سياح من كمان نعيم اهل الجنه ان يشوفون اهليتهم وجماعتهم واصحابهم الله يجمع اياكم بالجنه امين انا ودي يا شيخنا ننطلق بس مو جاي احد اكيد حتى لو حد جاي يجلس النظر تحيه شباب اذا حد جاء الشروله لا يجي عندي تفاهمت معه من الحين خلاص جاهزين طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد شريط الإعلانات عدى وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في يوم جديد مع فقرة عطاء اليوم حقيقة الشباب أهل العطاء هذه دائما أقولها ما يحتاج لكن اليوم بعد حنا معنا أهل العطاء ومن أعانونا على العطاء ضيوفنا من رفحة ومن القصيم حقيقة نورونا وشرفونا اليوم معنا الشيخ سليمان الجبيلان يا مرحبا ومساء الله يحييك يا اخي اعطوني تحية حياك الله شيخ سليمان الله يحييكم نورت وشرفت الله برؤياكم وبشركم بشارة ترى دعيت لكم قبل لا اجيكم انا هذا والله ديدني قلت يا رب اني ذهبت لهم ابتغاء وجهك ومرضاتك لا رياء ولا سمعة فاجمعنا واياهم ووالديهم وذرهم بالجنة قول امين انا اسددكم بالبرنامج تخرجون ان شاء الله مستفيدين فائدة عظمى يا رب وهي محبة الناس لكم يا رب هذه اعظم محبة اعظم نعمة اذا حبوك الناس هذه حياك الله حمد ونرحب كذلك حقيقة من اهل رفح الكرام اللي شرفونا اليوم الشيخ وطبان التمياط رئيس مجلس إدارة جمعية رؤوم الله يحييك شيخ وين الصفقة يا شباب ايه لا تفشلونا امنعونا من الرداء تفشلون بس سعد حياك الله شيخ وطبان نورت الله يحييك يا مرحبا يا مرحبا ونرحب حقيقة اللي دائما تسألون عن الأستاذ مشاري الشمري مدير التنفيذي جمعية رؤوم ترى والله اني جاي ولا ادري اليوم في بشاير شيء ترى والله ما ادري والله اني ما ادري وانا اقولها صادق انا من قالوا بيجي قلت ما بساله خل هو ما يجي الا بالخير ان شاء الله ما دام جاء بعد رئيس المجلس وجاء مسؤول المشارع الاستاذ مسامح الشمري الله يحييك يا مرحبا يا الله يا كريم انا اليوم فعليا ما ادري الشيخ بخير الشيخ متحلم حلم زين يعني ها وش حلم ولا رؤيا يا الله يا كريم يلا يا حمد يلا ارحب يلا يا عبد الله بن محمد حمد المري سلام الله يغفر المبارك من حفظه شيخ عط راسك بالطيب بيسحبه بيسحبه على طول يا شيخ الله يجزاك شلونك عساك طيب الله يكرمك شلونك انا صديقي مبارك من حصوان المرد نعم صديق قديم جاء عندي في البيت اي والله والله يريد على بفردوس الاعلى بسام السيف الاسبوع اللي فات كان عند المريه عازمين
والله يلا حية الله يبقيك يا هلا وغلا. السلام عليكم. عشان الوقت شكت سلم على المشايخ. حمد افتح المايك يا حمد. الله يبقيك الشيخ وطبان التميار رئيس مجلس الإدارة. سلم التسيير الله يبيض بسام السيف. الله توم يعلمني التقني بسام السيف ما شاء الله. نعم الحيشة أرح يلا حيث الساعة من هالحيشة. اي ما شاء الله فيها الحائي ما يحتاج. المشكلة يطبون علينا يا شيخ. حمادة قال لي بقوم، ايش اقول لحمادة؟ ما اقدر ما اقدر يا اخو. مشايخ او من زمان لا تضايقون، شرف وجودنا معك. الله يحييك يا حمادة. سخيفة علينا. وحيا الله الشباب اللي سلموا ولا رحبنا فيه. لا ولا شباب قربوا قربوا الامر سامح. لا ضيق ضيق عليك. انا بيه عاد خلاص ما نقدر نقول شيء يا شيخ سليمان. الضايق شنو شيء مضايقنا؟ اضيق في القلوب يا شيخ. خلهم براحتهم. لكن يا جماعه كان في دكتور ولا باقي في مكان؟ توسع لهم بس. خلاص سياف ايش رايك؟ بيض الله وجهك. لان الله يقول يتفسحوا بالمجالس. انا قصدي يعني الايه. اي هي ما تفسحوا بالمجالس فافسحوا يفسح الله لكم. طيب يا شباب ننطلق على بركه الله في حلقه اليوم مع ضيوفنا الكرام. حديثنا اليوم ان شاء الله انه مختلف ومتنوع وجميل ولطيف، ويكون ان شاء الله انه سهل وسلس ويوصل ان شاء الله للناس بإذن الله بكل بساطة ونفع وفائدة بإذن الله. لكن قبل نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى عندنا كالمعتاد، وش عندنا بداية كل حلقة يا شباب؟ بشارة. ها؟ بشارة. لا ما عندنا بشارة تونا. البشارة دائما تكون في النهاية. لا المرة رؤية. أي أبجي أبجي عندنا مسابقة. صح المسابقة يا شباب وفعلتها يعني الجمهور يا شيخ. مسابقة بالله عليك صفق البسام بالله. طبعا سمعها مني ثم قالها. عندنا إن شاء الله مسابقة للجمهور الكريم، يطلعون الأخوان البوست على الشاشة وبإذن الله بيغردون حساب القناة. سحب 300 ريال في نهاية الحلقة بإذن الله مقدم من محتوى مبادرون. الشروط جدا بسيطة، متابعة حساب جمعية رؤوم وكذلك متابعة حساب محتوى مبادرون. الهاشتاج وقف اليتيم بالبلد الحرام، انشر أي محتوى بمحتويات الوقف وفالكم التوفيق جميعا. يا رب يا رب. انا حقيقه والله اني محتار ابدا مع الشيخ ولا مع الشيخ. لا اليمين مع اليمين. لا اليمين اليمين اليمين. لا ودي اتقدم بس خفضت عليك. اولا انت اكبر مني سني واكبر مني مقام. لا يمكن لا يمكن. فيكم الخير اكثر شيخ قبل بالدعوه. ما شاء الله ما شاء الله. طيب الشيخ سليمان جبيلان. ايوه ودنا يا شيخ يكون كذا منطلق حديثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن يتمه، وربما يا شيخ نعرج على ما حدث في الأيام الماضية وكيف أن المسلمين كانوا كلهم يد واحدة وصف واحد في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. تكون كذا يا شيخ لفتة سريعة ونتكلم عن يتمى النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبو الأيتام. سم بالله شغلونا السبيكر يا شباب. أولا نحمد الله ونصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم. ثانيا شرفني وزادني شرفا وقدرا. أقول شرفني وزادني شرفا وقدرا أني شفتكم يا شباب. الله جلست معكم يحبك. وهذا والله ما أتيت إلا محبة لوجيه الله يحرمها النار. الله يحبك يرفع. وأن يسددكم ويصبركم على بعدكم عن أهلكم، لأن البعد عن الأهل مهما كان طبيعة الإنسان لا سيما أن الوالدين بعدهم، والدينكم موجودين صح، فبعد الوالدين مو سهل. حنا جربنا الله يعين. ثالثا لست أعلم منكم، تحسون بتكلم عشان أعلم منكم. أعلم علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين أن فيكم وبين ظهركم من أعلم منا في كتاب الله وسنة رسوله. رابعا أنتم هنا ما عندكم لا انترنت ولا جوالات صح؟ إلا من هرب. ها؟ إلا من هرب. والتهريب يجوز في بعض الأحيان. يا شيخ وش هو الجوال؟ وش هو؟ هذا والانترنت. والانترنت اللي تك 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 تك. هم الشيخ يبينون أنه يعني بعيدين من زمان عنه. أيوة فأنتم أنتم عارفين يصير برا صح؟ لا لأني ما أقدر أتكلم وأنتم مش دارين يصير برا صح؟ ايوه. فهو الشيخ يوم قال على الرسول صلى الله عليه وسلم وما حصل، لانه طبعا يعني تكلموا ناس الله يهدينه اياهم من غير المسلمين في حق محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن هبت العالم كله ليس كما قال اخوي عبد العزيز المسلمين كيد واحد، لا حتى غير المسلمين من دافع عن هذا المقام مقام محمد صلى الله عليه وسلم. وانا رايت وتابعت الانترنت من غير المسلمين بل حتى من اليهود والنصارى والمشركين من دافع عن محمد صلى الله عليه وسلم ورد من قال هذا القول في حق النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن محمد صلى الله عليه وسلم أجمعت عليه البشرية. الله. وقبل هذا زكاه رب البرية محمد صلى الله عليه وسلم،
فقال والنجم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. يعني كل المقام اللي محمد يحيط به سواء من الجليس أو من التعليم أو وهو كامل مكمل. وقال له سبحانه وتعالى بسورة القلم هذا في النجم وإنك لعلى خلق عظيم مزكى ولا والذي يقرأ ويتصفح خلال العمر اللي نعشته قولوا ما شاء الله عليه ما شاء الله. لأن أنا يا شباب يمكن بعضكم ما يعرفني لا تحسبوني أب أنا لست أبا جد أنا جراند مادر جراند فادر جراند مادر الجدة جراند مادر الجدة يعني أنا جد قولوا ما شاء الله عليه ما شاء الله. يعني ودي عندي أحفاد فالجيل اللي عشته من جيل الخمسينات والستينات ميلادي والهجري سبعي ثمانينات والتسعينات من ذاك الوقت وكتاب الغرب والشرق يكتبون عن محمد صلى الله عليه وسلم ويمدحونه ويثنون عليه. وإن تكلم هذا الأخ هذا مو الأخ ناس ولا غير مسلم هذا المتكلم سواء كانت امرأة أو رجل هم أخطأوا في حق أنفسهم قبل أن يخطوا في حق محمد. لماذا؟ لأن العالم كلهم قاعد يردون عليهم وما ضره صلى الله عليه وسلم وما ضره. يعني ضربت مثال أمس في قناة فضائية وقلت لكم وقلت لهم بسألكم أنتم مثال بسيط أيهم أكبر في علم الجغرافيا أنتم درستوا جغرافيا النهر أم البحر؟ البحر. وأيهم أكبر البحر ولا المحيط؟ المحيط. فلو وقف أحدنا وهو ابن خمس سنوات ست سنوات على المحيط الهندي أو المحيط الأطلسي أو المحيط الأطلنطي وأخذ حصات حصات حجر قال الحين بحوس مرير هذا البحر المحيط أبقلب كيانه. قال له يا وليد يا صغير أبو خمس سنين بيش قال فالحجر أبصق الحين أطلع كل حيتانه وأسماكه وكل ما فيه وقف على المحيط وضرب بالحجر هذا المحيط هل يتحرك المحيط؟ ولا شيء. هل درى عن المحيط؟ ولله المثل الأعلى. بل إن الحكيم الذي قال مو في المحيط يقول هو البحر أمسى ذاخرا ما يضر البحر أمسى ذاخرا ما رمى به طفل بحجر هو البحر كيف المحيط؟ فمهما تكلموا عن محمد بل إن الذين تكلموا عن محمد في أربع خمس سنوات في 2016 15 تذكرونه بعضهم أسلم وجاء شفته بعيني وصورته جريدة عكاظ مشكورة جريدة مكة المكرمة مشكورة المدينة وهو واقف أمام قبر الرسول صلى الله عليه وسلم يعتذر عن سبه عن الرسول صلى الله عليه وسلم يا الله يعني سبه أسلم وجاء يعتذر عند قبره صلى الله عليه وسلم وغيره كثير. حتى نعرف واحد شيوعي ملحد يعني وصل عمره ستة تقريبا قارب التسعين قارب التسعين يعني جيله يعني قبل الحرب العالمية الأولى والثانية كان موجود ثم عندما قرب وأزف رحيله وهو شيوعي ومن قادة الشيوعية في العالم جاب المصحف عنده وتاب إلى الله وأسلم وتكلم ويثنى على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. فالذين يتكلمون عن محمد ما يضرون أنفسهم ولأن هذا اليتيم منذ أن ترعرع وربه سبحانه وتعالى قال والضحى والليل إذا سجى ما وعدك ربك وقال ولا الآخرة خير ولا سوف يعطيك ربك ألم يجدك يتيم ويتيم ولا مو يتيم لكن على يتمه وحداثة سنة كان عجوب محمد صلى الله عليه وسلم. وحتى يوم شافوه بعض القساوسة في ذلك العصر وهو شاب في رعن شعابه وقالوا له قالوا العم قال أنت هذا الرجل في شيء مو طبيعي يعني شافوا أثر النبوة عليه صلى الله عليه وسلم. بل إن اليهود والنصارى الذين كانوا يردون محمد هم في قارة أنفسهم يعلمون أنه محمد فمحمد مزكى ومحمد صلى الله عليه وسلم درجته عالية ويتمه لم يضره بل زاده قدرا بل كان هو كما قال أخي عبد العزيز بكلامه أنه أبو الأيتام. اللهم صل عندما تكلم عن جمعية إيش الأيتام بل حين يوم حنا صغار بمكة في شعب عامر أنا تربيت في شعب عامر وترعرعت في شعب عامر وترعرعت يتيما كما ترعرع محمد صلى الله عليه وسلم في شعبان مكة يتيم أنا ترعرعت يتيم وأبوي مات أنا يمكن 4 أو 5 سنين. لكن هل يتم الذي كان فينا يسلينا ذلك المدرس الطيب الفاضل المحترم الأستاذ الخراشي والأستاذ فواز الصيربي والأستاذ الوقاد والأستاذ مدرسينا في مدرسة الشعب ومدرسة الرحمانية وإذا جاءوا نص الفصل أيتام أو ربعهم قالوا أنتم ما شاء الله عليكم متشبهين بالرسول صلى الله عليه وسلم ترى الرسول كان زيكم يتيم والرسول كان يتيم قالوا له كذا احنا نتحمس وحنا ايش كيف ان غرس أيتام غرس في في في, في في نفوسنا ان اليتيم بالعكس قد يكون كما قال محمد قائد الأمة وهو يتيم. الله أكبر. فلذلك عندما نقول قضية اليتيم محمد كان يتيم صلى الله عليه وسلم بل ما منع يتمه أن يكون قائد الأمة وقائد العالم. ومنذ أن بدأ بزغ نور النبوة بمئة وعشرين وقيل 124,000 صحابي لحجة الوداع إذا بهم يصلون الآن 2 مليار مسلم على وجه الأرض مهما تكلموا. ونحن نقول لهؤلاء الذين تكلموا هداكم الله الإسلام أرجو رجاء خاص ولعل الكلمة تصل إليهم أن يقرأوا عن محمد قبل أن يتكلموا. وأنا أجزم أنهم لو قرأوا بحق كما قرأ هذا الدنماركي اللي جاء ووقف عند قبر وسلم وأسلم وغيره والله سيسلمون ويرجعون يعرفون قدر محمد. جزاك الله خير. الله يرضى عنك شيخ سليمان. ولا شك أنه مثل هذا الذي يضعف النبي صلى الله عليه وسلم هو في الأخير يعني كباصق نحو السماء قبلا قصد البصاق فعاد التفلفي فيه وفي الأخير يتكلم يعود الكلام عليه وليس عليه وسلم ما ضره ما قال.
لذلك هي دعوة أصل لنا جميعا أن نعود إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونستذكر شيء من سيرته. وكل من قصر في أنه يعرف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم اليوم فرصة حقيقة أنهم جددوا فينا هذا الشعور. للإنسان مهم جدا يعرف سيرات أعظم رجل ها العالم كله، ما هو فعسى ربي يجعلنا وياكم من يتبع سنته. الشيخ وطان التمياط الله يحييك، اذا لك تعليق او ودنا ننتقل الى ما يتعلق بالجمعيه. ما قصر ما شاء الله، الله يجزاك عسى ربي يسعدك. اذا ننتقل لشيخنا ودنا نتكلم قبل لا تقطع سم. ان الذي لنا اخوه في اوروبا وامريكا وبريطانيا يقول اكثر اسم منتشر اسم محمد، اسم محمد هم غير مسلم. بل يا شيخ بعضهم يسمي محمد ابن محمد وهم غير مسلم، محمد الاول محمد الثاني حبا في النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ وطبان الله يحييك مرة أخرى في محلكم ومكانك، إلى أول مرة تنورنا وإن شاء الله دائما بإذن الله. أنت الشيخ مشاري وحبيبنا الشيخ مسامح، الشيخ سلمان عد ما شاء الله يعني دائما معنا وعلى اسمه سامح ما شاء الله. أي والله عسى ربي يسعده. الشيخ وطبان ودنا نتكلم عن قصص، ما ودي أقول الأيتام الآن، نجاحات الجمعية. أي نعم، الآن ما شاء الله لها عمر ولها حلقة أنشطة جميلة ورائعة، وربما تحدث عنها سابقا الشيخ مشاري، لكن نحتاج اليوم تفاصيل اكثر، نحتاج قصص نجاحات مرت عليكم في المجلس. انتم تنظرون ليس كنظرنا، انتم ممن يعايش الواقع. صحيح. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ارحب بالشيخ سليمان والاخوه المتسابقين جميعا، الله يحييك وفقكم الله لما فيه خير. تعريج خفيف على اليتم، كان الشيخ تكلم عن اليتم، أكثر النبلاء والذين اشتهروا في العلم واشتهروا في أمور كثيرة أكثرهم كانوا أيتام، لا شك أن أعلام الأمة أكثرهم أيتام. فالموضوع لو فرصة نعرج الموضوع هذا، لأن كثير من الناس يرى أن اليتم عيب. اليتم مو عيب، هذا قدر كتبه الله سبحانه وتعالى عليه، قدر كتب عليه أن يتوفى والده ويصبح يتيما. لكن العيب أننا لا نقف مع هذا اليتيم، العيب أننا لا نقف مع هذا اليتيم أو أن نضعه بمثابة أبنائنا وبناتنا، هذا هو العيب. لكن الحمد لله احنا في هذا البلد المبارك قيادة كاملة وشعبا كلهم متضامنون مع الأيتام في هذه المملكة الحبيبة، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى علينا جميعا، فضل من الله سبحانه وتعالى أننا نرعى أيتامنا ولا يرعاهم غيرنا، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. دول أخرى ترعاهم دول أخرى، أيتامهم ترعاهم دول أخرى، والحمد لله دولتنا ترعى أيتام في غير غير محيطنا حنا وغير مملكتنا يعني. فكيف بأيتامنا؟ فكيف بأيتامنا حنا؟ الحمد لله حنا أيتامنا نرعاهم جميعا حكومة وشعبا، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. الحمد لله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا وكافي اليتيم كهاتين في الجنة. يا الله. بعض العلماء عرج على هذا الحديث، شروحات العلماء يمكن الشيخ سليمان أكثر مني بالموضوع هذا، عرجوا على هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بعث كأنه كافل هذه الأمة، الأمة كانت على جهل وضلال، صح ولا لا يا شيخ سليمان؟ وأنت أدرى مني بالموضوع هذا، فكأنه هو كفل هذه الأمة، ثم أنت كافل اليتيم تكفل هذا اليتيم، لذلك أنت والنبي صلى الله عليه وسلم هذا كفل الأمة وأنت كفلت اليتيم كهاتين في الجنة. الله، وهذا فضل، فضل كبير لليكفل اليتيم. بالعكس اليتيم متفضل علينا جميعا حنا كخدمة أيتام في الجمعية، وأيضا أي كافل يتيم موجود على هذه الأرض اليتيم متفضل عليك، فتح لك باب من أبواب الجنة. ليست الجمعية المتفضل عليك. نعم 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 نعم، اليتيم هو المتفضل. أول شيء فتح لك باب أنك تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. اللهم صل. من يستطيع أن يحصل على هذا الأجر وهذا الفضل؟ يا سلام، أعطاك هذا اليتيم هذا الباب لكي تدخل وترافق النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. وهذا فضل كبير لا شك يتمناه كل واحد منا، لو تدفع الغالي والنفيس أنك تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة وكهتين أيضا، يعني قريب للنبي صلى الله عليه وسلم مو بس بالجنة، من التلازم يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فضل عظيم، فضل عظيم أعطانا إياه اليتيم، عشان نكفل اليتيم، نراعي اليتيم، نقوم على ما يحتاجه اليتيم، سواء حكومة وهي مشكورة الحمد لله دولتنا تقوم قيام كامل على هذا الموضوع. يا سلام. بس يا سلام. فتح الجمعيات يكفي هذا من غير الدعم، أن تفتح الجمعية تقول يلا تعالوا اكفلوا الأيتام واشتغلوا للأيتام، اخدموا الأيتام، اخدموا المساكين، اخدموا الضعاف الموجودين في هذه البلد، هذا يكفي. فما بالك أن تفتح وتدعم.
الله. وقناتك مال المباركة هذه من ضمن الأمور الخيرية اللي تفعلها ككفالة للأيتام وحث الناس لكفالة الأيتام. وأنا ما كنت ناوي أتكلم عن الأمور الشرعية لأني عرفت أن الشيخ سليمان معنا، فقلت حرصت على نفسي ما أتكلم بأي شيء شرعي. لا التعريف الشيخ سليمان موجود وفيكم الخير، لكن نتكلم على هذه عجالة على ما قاله الشيخ. أحسنت شيخ يعني. الله يبيض وجهك. نعم. طيب ودنا ننتقل إلى بعض نجاحات الجمعية اللي أنت عايشتها شيخنا. نعم. ودنا نأخذ جانب واحد من الجوانب اللي أنت ترى أنه هذا الجانب حقيقة أنه الجمعية تتميز فيه وهو نجاح لها بعد الله. والله أنا كنت أتكلم كثير عن الجمعية حكم الولاية يعني. أي ما يحتاج الجمعية. ما ألومكم ما شاء الله. طيب الجمعية ولدت في 23/7/1431 من ذلك اليوم وأنا رئيس لهذه الجمعية المباركة. ما شاء الله. أي نعم. أنا على النطاق الشخصي الحمد لله وأشكر الله سبحانه وتعالى على ما أعطاني من أمور الدنيا كلها الحمد لله، هذا فضل الله سبحانه وتعالى، بركة من بركة القيام على اليتيم. إيه والله يعلم الله أنه من البركة. حتى الوقت الحمد لله مبارك عندي. سامحني شيخ أنا أنت من المؤسسين لهذه الجمعية. إيه نعم إيه نعم. أنا من ضمن المؤسسين وكذلك أول رئيس لها ولا زلت رئيس. والله يجعل إن شاء الله دوم على الطاعة يا رب. الحمد لله أسلم. الجمعية ولله الحمد هذه جمعية مباركة قامت على ناس مباركين، أعضاء الجمعية المؤسسين للجمعية كلهم نخبويين مباركين ما شاء الله، تم اختيارهم بعناية ما شاء الله. وأنا يمكن أذكر لك أسماء بس يمكن بعد ما نطلع من الموضوع هذا. كان اختيار المؤسسين ليخدموا هذه الشريحة هذه المعينة، هذه شريحة خاصة غالية على الجميع، لا بد أن يكون نخبوي وله دور بارع بالمجتمع لكي يخدم هذا اليتيم. يا سلام. أنا أتكلم على المؤسسين للجمعية. نعم أتكلم عن 27 أول بدايتهم. كم شخص معليش؟ 27 ما شاء الله من ضمنهم أنا طبعا 27 مكلم ما شاء الله بدايتها ما شاء يعني ما شاء الله. الجمعية ولدت ناجحة ولله الحمد من أول ولادتها وهي ناجحة ما دام فيها يتيم لا شك. الحمد لله. أنا بقول لكم حاجة واحدة، شوف الحوكمة اللي تكلمون عليها الآن. نعم. حنا بدينا عام 31 بالحوكمة الشفافية والحوكمة. أي نعم ما شاء الله. شفت الرقمية اللي تكلمون عنها الآن. نعم. حنا أخذنا دور أمس بالموضوع هذا الرقمية والحوكمة كنا بدأنا فيها عام 31. لا قوة إلا جمعية رؤوم ولله الحمد والمنة لا تعمل إلا بالرقمية والحوكمة. ما شاء الله. كل شغلنا آلي. أي نعم. كل شغلنا آلي الحمد لله. ما شاء الله. الآن اليتيم عشان تحفظ كرامته، طبعا هو أخ وقريب لا شك وابن بلد. نعم. عشان تحفظ كرامته حتى الجمعية مراعينا أن تكون بطاقة الصراف مع اليتيم، يمكن مشاري وثالث مدير تنفيذي. نعم. وباقي معنا الحمد لله من يعتبر من المؤسسين هو ما شاء الله، لأنه مجدد الجمعية مشاري ما شاء الله. مجدد قوي جهده واضح والله. حتى البطاقة يا شيخ والشباب سويناها زي نظام بطاقة البنوك، نفس بطاقة نفس الألوان مدى. نفس اللون يعني، علشان لو راح صرف من أي مكان ثاني ما حد ينتبه إنه مختلفة. ما حد ينتبه كأنها بطاقة من أحد الصرافات. بالعكس بعض البنوك الآن بعد فترة من كم سنة بطاقة بنكهم نفس بطاقة لهم بطاقة جمعيتنا ما شاء الله. وهذا يمكن التطوير صار وصارت بالصدفة كذا يعني. رائع رائع ما شاء الله. الحمد لله عندنا اليتيم أي حاجة يحتاجها موجودة عنده، أي خدمة يقوم عليه فريق عمل يقودهم الأخ مشاري والأخ مسامح والزملاء الموجودين في رفحة ما شاء الله، يقومون على خدمة اليتيم قيام تام. اليتيم لا نقبل ولا نرضى أن يأتي من بيته للجمعية حفظا لماء وجهه، ما يقرب للجمعية نهائي يعني بالمعنى العام، ما يقرب لنا نهائي. حنا نجيك بالبيت يا سلام. أين؟ يا سلام. اي نعم حنا نجيك بالبيت. لا المشكلة يا شيخ هو لو جاء عادي عادي صاحب عادي الموضة طبيعي، لكن في نظرة ناس قاصرين بالمجتمع بعضهم يرى ان هذا ضعف لا اليتيم انه يجي ويراجع ولا شيء ولا انه يتيم. طيب الله سبحانه وتعالى كل واحد، انا ابوي متوفي الله يرحمه زين، انا اتمنى ان ابوي معي الى الان، كذلك اليتيم كل واحد يتيم يقول ليت أبوي معي، لكن هذا قضاء الله وقدره وقدره عند الله عظيم، ذكر في القرآن عدة مرات. أي نعم من أكثر الحديث والآيات ذكرت باليتيم. نعم. تكريما لهاليتيم، ويكفي شرفا لليتيم أن النبي صلى الله عليه وسلم أول الأيتام في هذه الأمة. يا سلام. نعم
أن أول يتيم في هذه الأمة هو محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. وهو نبي هذه الأمة. وهذا شرع. والحمد لله الجمعية أنا أقول بدايتنا بداية ناجحة وما زلنا في النجاح. وبإذن الله على النجاح إن شاء الله. وبإذن الله في هذا الوقف المبارك. النجاح القادم اكتمال الوقف. بإذن واحد أحد. يا سلام. وجودكم إن شاء الله وجود الشيخ سليمان وأهل الخير جميعا والشباب الموجودين والداعمين اللي نشكرهم دائما نقول جزاكم الله خير على دعمكم المتواصل للجميع سواء في هذا الوقت أو في الأوقاف السابقة. يا سلام. الحمد لله هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. سعدك الله شيخنا. أبجيك إذا تسمح لي فضل. بس في تقرير إشلاوش نشوفه جميعا للجمعية جمعية رؤوم للأيتام برفحة. تقرير جاهز يا شباب. كنترول يا حلوين. جاهز التقرير ولا نكمل؟ يلا بسم الله بسم الله. طيب طيب. السلام عليكم. أهلا وسهلا بكم من رفحة. معكم سليمان واليوم باخذكم في جولة في جمعية رعاية الأيتام برفحة أو زي ما هي معروفة عندكم كلكم جمعية رؤوم. من أكثر من 11 سنة رؤوم ترعى أبنائها وتوفر كل اللي يحتاجونه. ولكن متى بدأت قصة رؤوم؟ متى أنشأت؟ في أسئلة كثيرة اليوم راح ندور على إجاباتها. خلوكم معنا. الحين بندخل على مدير الجمعية نطرح عليه أسئلة وهو يجاوبنا. السلام عليكم. سلام. يا هلا مرحبا. حياك الله. الله يحييك. شلونك؟ الله يعافيك. تفضل. الله يطول عمرك. يا سام شاري حنا المشاهدين نبي نطرح عليك أسئلة وانت تجاوب إذا ما عليك أمر. حياكم الله. جاهزين. يا أستاذ مشاري حدثنا شوي عن الجمعية. الجمعية هي جمعية لرعاية الأيتام تخصصية طبعا في رعاية الأيتام مصرح لها من وزارة الموارد البشرية بترخيص رقم 578. تأسست قبل 11 سنة 23/7 بالضبط 23/7/1431. ما شاء الله. كم عدد المستفيدين؟ عدد المستفيدين من الجمعية 600 يتيم ويتيمة و100 أم يتيم، يعني العدد الإجمالي 700. طيب إيش البرامج اللي تقدم لهم؟ البرامج اللي تقدمها الجمعية تقريبا 17 برنامج، فيها من كفالة نقدية وكفالة غذائية وفيها مشاريع موسمية مثل كسوة العيد وكسوة الشتاء والحقيبة المدرسية، وفيها كفالة صحية للتأمين الطبي، وفيها مسار خاص بالإسكان نقدم فيه ترميم المنازل ودفع الإيجارات، ونقدم فيه سداد فواتير الكهرباء، يعني ما يخص المنزل حتى شراء الأجهزة الكهربائية. ما شاء الله. طيب أبي أسألك كم صرفت على البرامج هذولي؟ اللي قبل شوي شرحناها البرامج صرفنا عليها من تأسست الجمعية تقريبا 40 مليون. ما شاء الله رقم كبير. الله يعافيك. تقدر تقول لنا سالفة المبنى هذا؟ المركز هذا مركز تعليمي طبعا تم بناؤه من مؤسسة العويضة الخيرية. المبنى على 4 شوارع بمساحة 5400. مبنى قسم رجالي وقسم نسائي، كل قسم 3 أدوار. الدور الأرضي هو دور إداري، والدور الثاني فصول تقوية للطلاب، ويعني نقول للدروس الجديدة. طبعا الدور الثالث فيه فصول تدريبية للطلاب ولتقوية القدرات وأي برامج تخص الطالب، وفيهم يعني فيه فصول ثانية للتدريب أو التأهيل، نقول تنموية للتأهيل سوق العمل، مثل التدريب على التصوير، الاستديو الصوتي، الطبخ، الخياطة، يعني جميع ما يؤهل الطالب وينفعه لسوق العمل. يعطيك العافية. في رحلات؟ نعم، في رحلات داخلية سياحية للطلاب الملتزمين معنا بالمركز. لا تنسانا. أبدا. أبشر. يعطيك العافية استاذ مشاري. استنونا في جولات أكثر.
11 سنة والجمعية تقدم كل اللي يحتاجونه اليتام بمحافظة رفحة والقرى المجاورة لها، والدور عليكم انتم وقفتكم مع اليتام. سلام. يا جماعة اذكروا والله على هالطفل الجميل اللي بسم الله لا قوة إلا بالله أبدع في التقديم. هو يتيم صغير. أي أنا ودي أسأل أستاذ مشاري تعلق على التقرير وتكلمنا عن هذا الرجل. أنا سمي رجل ما هو بطفل. أيوة. بطل. أنا سمي بطل. يا سلام عطنا. طبعا التقرير اللي قبل شوي هذا صورناه بالجمعية. جميل. المقدم البطل سليمان يونس هو أحد مستفيدين الجمعية. أحد المستفيدين. أحد المستفيدين الجمعية. وبصراحة يوم طرحنا الفكرة أنه أحد المستفيدين يعرض تقرير عن الجمعية، الرجل بادر وما شاء الله كان جاهز يعني. وبادر وأبدع لقوة. أبدع ما شاء الله بدون يعني تدريب بدون شيء، قال عطوني وش عندكم وأنا جاهز. أهنيكم على الفكرة والله. الحمد لله. جميلة جدا. هؤلاء الايتام فيهم بطاقات وفيهم لا شك مواهب نابغين وفيهم مع انه هذا اليتيم ما يهضم حقه يعني. نعم الجمعيه شبه الان الجمعيات انتشرت في المملكه مثل ما قال الشيخ جزاه خير وتحت مظله الحكومه الله يجزاه خير وزاره الشؤون الاجتماعيه صح؟ يعني هذه مو سهله ترى وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه. نعم اي وزاره اي اي نعم الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه. ايوه فاقول يعني هذه المظله لما فتحت اعانت كل الناس يعني الشيخ الان واللي معه تصور 14 سنه شوف 40 مليون بس صرف واحد ترى مبلغ مو سهل. هذا ترى ما سمعوها الناس. بعد 40 مليون صح؟ مسالك صحيح. قال لي كم تصرفون؟ قلت صرفنا 40 مليون حتى الان صح؟ من تاسست الجمعيه الى هذا اليوم صرفت الجمعيه 40 مليون على الايتام. في ظني لو لبيت كل الاحتياجات لكان الرقم اكثر. اكيد. فنقول ان شاء الله انه مكتبال الوقت ها؟ باذن الله. يا رب يا رب. طيب استاذ مشاري انا ودي اتكلم عن التقرير حقيقه. اول شيء فكره اهنيكم جدا والله. الحمد لله. يعني انا ما ادري اذا مر عليكم الشباب قبل انه من المستفيدين من يقدم تقرير للجمعيه. انا ما مرت علي والله لكن وارد انه احد سواها. هذا يدل يا شيخ مشاري والجمعيات الثانيه اكيد عندهم يعني لا شك ما شاء الله مملكتنا. فقصدي انه ان اذكر حتى الشيخ الدكتور الله يرحمه الحمر السميط. نعم. وكان عنده ملجا ايتام في افريقيا. صحيح. فوجئ بعد حوالي 20 سنه أن يقوم وزير يحب رأسه في حكومة زارها فاستغرب قال من أنت؟ قال أنا من الأيتام اللي رأيتهم. صار وزير في حكومته في دولته في دولته قام وحب رأسه وحب إيده قال أنت والدي أنت اللي أدخلتني هذا الملجأ وعلمتني وربيتني. يا سلام. يعني هذا الولد اللي جاء قدم وكما أدري يمكن يكون أكبر إعلامي. نعم لا شك بل إن شاء الله أنه مسؤول كبير في الدولة بإذن الله. سمي يا أستاذ مشاري أنا ودي تكلمنا عن قصص الأيتام بما أنه جينا أحد المستفيدين نتكلم عن الجمعية وكان تقرير جميل. عطني كذا قصة مرت عليك عادة مباشر مدير تنفيذي. طبعا أنا بالنسبة للتقرير اللي قبل شوي هو هدف كبير عند الجمعية أنها تأهل الأيتام يكون مقدم يكون مصور يكون سلام. يعني ينفع نفسه. يا سلام. فالجمعية دائما يعني على أغلب برامجه تحاول أنها تصنع المواهب وغير كذا احنا نحاول أن نستقطب البرامج اللي تنفع. جميل. مثلا صيانة جوالات عشان يفتح محل جوالات وندعمه مثلا أي شيء ينفع وخاصة بسوق العمل الحالي يعني. فحنا هذا هدف الجمعية أن المستفيد مو شرط أن احنا نعطيه مبلغ مالي أو كفالة 300 ريال أو 400 يعني. سامحني جانب تنموي ليس فقط رعوي. فعلا وحنا مركزين على التنموي بشكل كبير. رائع. يعني بإذن الله احنا بعد فترة أن الجمعية راح تكفل في أمور تعليمية للأيتام في دعمهم بالدراسات دعمهم مثلا بالكليات سواء الصحية وفي بعضهم مثلا ما تقبل الحكومة فأنت مجبر أنك السلام. عشان تدعمه كان عنده موهبة أنه مثلا يتخرج طبيب أو يتخرج يقول لك أنا نسبتي ما تأهلني لازم أدخل قطاع خاص. قطاع خاص فيه تكلفة. يا سلام. صحيح. فيتيم ما عنده أحد يدعمه إذا الجمعية ما وقفت معه ما حد راح يدعمه فتنتهي على ما قيل موهبته هذه. فحنا لله الحمد بعد اكتمال الوقف يا رب في احلام كثيره والله انها على الطاوله. صادق ما قدرنا والله ما قدرنا يا رب. ما قدرنا نحركها لان ما في ما يبي لها دعم ولا نقدر. ابشر بالخير فان شاء الله على الدعم باذن الله. يا رب يا رب. وفي تفاعل كبير صراحه الحمد لله الله يكتب لهم الاجر. آمين. كل من تبرع. امين. طيب قبل السؤال سامحني لب عينك طبعا بس توضيح
سريع وكذا بالمفهوم البسيط. الفرق بين الرعوي والتنموي، واحد يعرف يا شباب؟ الفرق بين الرعوي والتنموي، لحظة بس. ها بما انك سفير ترى اتوقع. اي ابد ابد عادي. الرعاية اللي هي انه يشوف وش يحتاج ويعطيه، تنموي يشوف وش يحتاج ويعطيه ويكون اكاديمي بشكل اكبر كتعليمه. طيب اخر واحد بسام. الرعاية يوفر الاحتياجات الاساسية، التنمية انه ينمي المواهب اللي فيه او يصنعها بالاصح. جميل، بمفهوم بسيط الرعوي. عزيز افتح المايك. سفير لا؟, لا يعني الا صح صح ما يحتاج سفير. الفكره يا جماعه باختصار، الرعوي مثلا يحتاج سله غذائيه عطوه انتهى الموضوع، يحتاج كسوه عطوه انتهى الموضوع. اما التنموي مثل ما قال والله ادخله في دورات مثلا صناعه جوالات، بكره يفتح محل فخلاص نمو الموهبه صار عنده اكتفاء، بكره قام بذاته، بكره خلاص يقول محتاجكم يا جمعيه، فيجي يكون داعم للجمعيه، يمكن يكون داعم، فبكره يقول انا محتاج اني استفيد منكم، لا انا بدعمكم، او يجي يتيم مكان اخر وبهذه الطريقه. طيب حبيبنا الوجه السمح مسامح ابي اي والله تكلم عن جانب جوانب الجمعيه، اما في جانب المشاريع اللي انت مسؤول عنها، مسؤول المشاريع بالجمعيه، او الامر اللي ترى انه جيد انه يطرح للناس ويستفيدون منه. السلام عليكم. عليكم السلام يا الله، المتسابقين الله يحييك. اخوكم مسامح الشمري. ونعم. مسؤول البرامج في جمعيه رؤوم. الله يعافيك. اسم جميل. الله يسلمك. الله يجزاك خير. يعني اجاد عند سماك مسامح. الله يعافيك. واسال الله ان يزق زوجه اسمها سميحه. امين. وتجيب ولد سمح. امين. قول امين. امين. حلو؟ اذا مسامح ابن مسامح. اي اقول هو اسمه سامح، يزق الله زوجه اسمه سميحه. ويجيبون ولد يصير سمح. سمح. يا لا يصير سمح سمح. واسمه سمح. رحم الله امرئ سمحا اذا باع. سمحا اذا اشترى. اي يعني صفة السماحة. قول امين. امين يا رب العالمين. يا سلام. طبعا خدمتي ولله الحمد في مجال الجمعية 10 سنوات. ما شاء الله. خدمته في الجمعية 10 سنوات. واعتبرها قليلة صراحة، لأن خدمة الأيتام شيء كبير وشيء عظيم. ما شاء الله ما تأسست إلا سنتين. تقريبا. ما شاء الله. أي نعم. لا قوة الكوادر. إيه. ما شاء الله. بقيادة. ما لومكم والله. مسامح من المستقبل. ما شاء الله. ما شاء الله. طبعا الجمعية ولله الحمد سنويا تقوم بمشاريع للأيتام. السنة هذه ولله الحمد أقامنا عدة مشاريع، من ضمنها دورة الكهرباء. دورة الكهرباء؟ إيه؟ وش فكرتها معلش؟ فكرتها تأهيل اليتيم لسوق العمل. جميل. إيه نعم. بالكلية التقنية. ما شاء الله. إيه نعم. في بينكم شراكة يعني؟ إيه في بيننا شراكة مع كلية التقنية ولجنة التنمية برفحة. لا قوة إلا بالله. أسلم. إيه نعم. جميل. طبعا خلصوا الدورة، تم تكريمهم بشهايد ولله الحمد. أيضا الجمعية من ضمن. تخرجوا منهم طلبة. مو تخرجوا، دوره كلية التقنية تأهيلهم لسوق العمل. يعني مثلا واحد يبغى يفتح ورشة، واحد فكانت الدورات هذه كهرباء وميكانيكا. أوه. يعني تأهلوا مثلا بيفتح ورشة، تعال انا اعطيتك شهادة معتمدة. جميل. يعني من الكلية طبعا. من الكلية. إينا. شهادة معتمدة تأهلك، يعني تبغى تفتح ورشة، تبغى توظف بمحل صيانة كبير مثلا، شركة او شيء مثل صيانة الشركات هذه. فاحنا دائما نبحث انه سوق العمل وش يحتاج. احسنتم. في برامج كثيره وفي دورات تدريبيه كثيره، ولكن احنا نميل حاليا لسوق العمل، لان انا ابغى الفائده اليوم، ما ابغى الفائده بعدين. انا ابغى ادرب اليتيم الحين، ابغاه يستفيد مثلا بكره بعد بكره يروح يفتح محل، يجيني يقول انا والله مثلا انا ابغى اقدم مثلا ابغى اقدم مشروع. بنك التنميه ما شاء الله ما هو مقصر، يدعم بعض المشاريع. صحيح. فاحنا نحاول انه وش يحتاج حاليا سوق العمل. يا سلام. ندخلهم فيها المستفيدين حتى يكملوا. رائع. أسلم. فبإذن الله الجمعية عندها برامج متنوعة، بنهاية السنة بإذن الله راح نعرض تقرير لهذه الجمعية. يا سلام. أيضا في بعض الأيتام عندنا مشاركين بدورة على مستوى المملكة، والدورة هذه مدتها تقريبا 6 شهور، ولا زالت الدورة موجودة، وفي طلاب متميزين من نفس الجمعية. يا سلام. أينا. رائع. أينا. جميل. دورة تبع جائزة تمكين مشاركين فيها جمعية رم. جميل. أينا. جميل. طيب عودة للشيخ سليمان جبيلان. شيخ لا شك أن السيرة مليئة بقصص الأيتام. لا ولا شك أنه كلامه الآن يعني لما ينمي لك مهارات الغلام يعني طالب الأيتام عندكم على 13-14 صح؟ يعني الأعمار. لما يراعب أي لما يراعب هذا السن ما يصل يعني سن كما يقولون العطاء سن 20-18 إلا قد أبدع في مجاله. صحيح. لأنه شيء من صغره مو زي إذا كبر. يعني أقول ما شاء الله علي. ما شاء الله. يعني أنا بديت وأنا صغير يتيم بالبيع والشراء وأنا صغير، يعني في رابعة ابتدائي حتى أنا قلت له في التلفزيون
يوم نجحت من سادس ابتدائي الأول متوسط من أول تعتبر شهادة، شهادة من أول تذكر يا شيخ، فطلع صوتي بالراديو مدرسة كذا سليمان عبد الجبلان. قلت يا أمه ما شاء الله نجحتها، قلت أبي هدية. قالت إيش تبي؟ قلت أبي سيكل. تعرفون السيكل معروف، فأمي شرت لي سيكل 20 على أساس إني ألعب في الحارة، لكن سويت أنا صرت أجرة الدورة بقرشين، طلعت قيمته بشهرين ما شاء الله، شهرين طلعت قيمته. أمي قالت إن صار عندي فكرة إيش؟ تجاري. سلام. فأنتم كونكم تستخدمون هؤلاء الصغار وتحطوا في الكهرباء وعمره 12 13 وتعطيه دورات، أتوقع ما يصل 20 إلا قد يبدع. أنا اللي بنت عم طلعوه يمكن شفتوه في الـ NBC ما شاء الله، سارة عبد الرحمن الجبيلان يعني اخترع الجهاز واخذ الجائزة طلعوها. ليش؟ لأن نمت مهارتها، نميت مهارتها. يا سلام. هؤلاء مهم قضية. أنت قلت كلمتين تو، الأولى وشي؟ الرعوي. والثاني؟ تنموي. أنا أظن أن الثاني أهم من الأول. لا شك، أهم بكثير. لا شك. ليش؟ هذا سيأتي يوم ويفتح ورشة ويفتح فرع وفرعين ثلاثة ثم هو يجي يكفل عندكم ميتان. صح ولا مو صح؟ ما قد حصل؟ أنا شفت بجدة، لأن جدة قبلكم فتحين أيتام وبعض المدن الكبيرة، فجاهم زمن هم يقولون لي، أنا أزور الجمعية تقولوا ما شاء الله من تقريبا 25 سنة، قالوا هذا صار عنده فروع، صار هو اللي يدعم الجمعية. يا سلام. هو اللي يجي يعطي أيتام لأنه كان من يوم من الأيام متخرج من هالمكان. يا سلام. والشريعة على قولك مليانة في قصة الأيتام الذي كانوا أيتام ولدوا أيتام وصاروا أئمة. الله. صاروا إما صاروا كبار من كبار رجال. ودنا الشيخ بعض الأمثلة. والرسول كان يعطي هذا العمل، قضية أن يجي الشخص الرجل الشاب وينمي فيها المهارة. يوم جاءوا شاب يسأله قال اعطني يا محمد صلى الله عليه وسلم، كان قادر الرسول يعطيه. الرسول مو كريم؟ كريم ولا مو كريم؟ ما قدر يقدر يعطيه. لكن ليش أعطوه حبل وأعطوه فاس؟ يعلمه كيف كسب الرزق، كيف ينمي فيها المهارة، وهي قضية عدم السؤال لمسألة تنموي. تنموية مهمة. كل دولة في العالم تجد عندها الجانب جاء من تنمى مهارات الناس، وهذا أحسن ما تبدع فيه دور الأيتام، أنه تنمى المهارات عند هؤلاء ويكون عندهم الرعاية. كما أن يعطيه سلة وديها البيت، لا أبيه بنفسه يجيب سلة لأهله. ترى ليش كنت متوافق مع 20-30؟ نعم رؤية 20-30. وحنا كما يعني أمي الله يرحمها يوم صرنا أيتام قالت يا وليدي أبيك تسوي كذا، فعلا أمي محتاجة خلاص، حنا أيتام عندنا صرنا حنا نعطي أمي، أبيع بليلة وأبيع شرشه وأبيع لدو وأجر السيكل، صرت تاجر صغير سمول، وأعطي أمي. أمي فرحت استأنس، صرت أنا كف يعني أضمن له حق الفطور وحق العشاء، لأن حنا فطورنا الأول وشو في مكة؟ فول وتميس. ولا تقاطيع يا شيخ؟ لا فول وتميس، وعشاء أنا وشو؟ فول وتميس. ها أروح أجيبها بالشيء اللي بعت فيه، أروح أجيب لها حزمتين ملوخية الكبر تكفينا يومين ثلاثة. تنمية هؤلاء الصغار الغلمان، أنا أجزم إذا كان عمره 13-14 في الجمعية ثم وصل 20-20 يمكن يفتح فرع كبير لصيانة السيارات أو صيانة الكهرباء، ويجي نفس الجمعية يعطيها. وبنفس الوقت يأخذ ما قاله الشيخ أن رؤية 20-30 أنه يشتي عليه المجتمع اللي ما يصير فيه عاطل. يا سلام. ما يصير فيه عاطل خلاص. يا سلام. فاليتيم طوالي يفرح بيتي. أنا أمس كلمنا اثنين شباب كلموني، قلت تعال يا أخوي من قال لك الدولة ما فيها شغل؟ قال يا أخي ما لقيت وظيفة. أنا قلت تعال يا أخوي تعال أعطني إيدك بيدي وأديك زوج خضر هذه 500 وبعد اسبوع اجيك. قال ما اعرف. قلت ها هنا اكتساب الخبره، تعلم هنا اكتساب الخبره. صح والله اخرجكم بطونكم ايش امهاتكم لا تعلمون اخرجكم شيء. والله اخرجكم بطون امهاتكم لا تعلمون. لا طيب وش قال؟ جعل لكم السمع وش بصر والافئده. ليش؟ قال لعلكم تعقلون اي تتعلمون. اعطاك الله دوت العلم، ادخل سوق الخضره يومين ثلاثه اسبوع لا تشتري ولا تبيع. شوف كيف ده يشتري يبيع ثم خذ بعدين تصير. والله اعرف واحد يا اخوان قبل حوالي يمكن كم سنة إنه زي كذا دخل سوق الخضرة وعطيناه مبلغ فتح محل، هو يقول باليوم يبيع 4,000 ريال. الله. فتح محل خضرة أكبر. كبير باليوم يبيع 4,000 ريال وتزوج حرمتين وهو من أول جاي يشحت. قصص الأيتام في التاريخ يعني يا ويكفي محمد صلى الله عليه وسلم كما قلت ولد يتيم وصار قائد الأمة وغير من الصحابة والتابعين واللي عشناهم. بعض الناس يقول هذا وقت الرسول، أقول لك حنا عشنا والآن عايش أيتام، الآن أعرف أيتام الآن وحنا نتكفل فيهم ونسعى لهم في الجمعيات. ما شاء الله أبدعهم أبناء 13-14 سنة. ويكفي ما قال الشيخ الغلام اللي قدمته كم عمرته؟ 12 سنة يعني سادس ابتدائي. سادس. ستة يدخل ستة وستة. سادس ابتدائي. هذا مش معناه. وشوف كأنه رجل. ما شفت أنت عش قلت ما قلت رجل؟ نعم. ما سمى بطل؟ لا نعم. هذا دليل. هذا ما يريد الشرع وهذا ما يريد الدين وهذا ما تريد الدولة. نظرة 30-20-30 ونظرة كل دولة في العالم إنها تنمي. هجل أجي في الدولة فيها 40,000 40% عاطل 60%. ليش؟ لأن ما عندهم القضية، قضية تنمية المهارات. وترى دور الأيتام في بلاد الحرمين الحمد لله منتشرة ونشيطة ومنتشرة ونعمة ويغبطن عليها بعض بلاد الغرب والشرق. شيخ أنا أعرف يتيم والله يا جماعة هالقصة أعرفها يعني مثل ما أشوفكم الآن متأكد منها. هل يتيم كان مستفيد من أحد الجمعيات بعد سنوات
سنوات عن تبنوا أحد العوائل، بعد سنوات هو اللي اشترى بيت العمر لهذه العائلة. إي والله اشترى بيت العمر مثل ما يقال لهذه العائلة اللي تبنته. استلموه وهو عمره سنتين، دارت الدنيا وكبر وإلى آخره، اشتغلوا أي ثم صار اشترى لهم البيت. شفت بتقول شيء يا عبد الله؟ سامحني أسلم. بعد أنا برجع للشيخ أسلم. ما تعدى عن مشايخ الله يطول في أعمارهم ولا تعدى على أخواني الكبار، لكن نبي طلب عند مشايخ الله يطول في أعمارهم راعين جمعية رؤوم أن حنا نستضيف البطل المستفيد اللي طلع في اللقاء. ها حنا طالبينكم في وجيه، نبي نستضيفه يوم الأيام عنده، لأن هذا بطل ويمثل جميع الأيتام، لأن بعض الأيتام يصير في مناصب عالية، يصير في أماكن حاسة في الدولة، يعني مو بأنه أي شيء يتيم أنه ما يقدر يكون أفضل من اللي مو بيتيم. لا شك حنا ودنا أن نستضيف البطل اليتيم هذا عنده. أبشر أباخذ آخر واحد عبد الله. أنا أقول لك أبشر عن المشايخ، جاء الرب يطول عمركم إن شاء الله. الله يرضى. ها عبد الله وأنا عندي طلب. هات ها اليوم كلها طلبات بسيط. هات هات السفارة الحين تصويت. إيش السفارة الحين تصويت؟ ترى بآلية مختلفة بذكرها. ايه ما علينا، هات بعد البرنامج. ها انا مون عليهم، انا السفير الجمعيه. يا سلام بيض الله وجهك يا عبد الله، راح ازوركم برب يا جماعه، ترى هالمبادره عاد جيران كمال احفر قريب. بيض الله وجهك يا عبد الله. الحقيقه من احرص الناس على موضوع الوقف من قبل ما نبدا موضوع السفر يقول تكفى ابي اكون اول سفير. الله يجزاك، لكن عاد احنا ما نقدر نتجاوز الاليه الموجوده. انا اذكر اخواني واخواتي المشاهدين ان شاء الله المسابقه انزلت، شاركوا والله يجعل 300 بالنصيب اللي يستحقها. مقدمه محتوى مبادرون، الشروط جدا بسيطة ويسيرة، متابعة حساب جمعية رؤوم وحساب محتوى مبادرون، انشروا في وسم وقف اليتيم بمكة أي محتوى من محتويات الوقف، والله يجعل 300 من نصيب اللي يستحقه وبحاجتها. قولوا آمين. آمين. طيب شيخ وطبان بنرجع لك، أنت الآن شيخ مؤسس الجمعية. نعم ما شاء الله من 12 سنة وأنت موجود من منذ أن بدأت، والله يجعل إن شاء الله دوم. آمين. عطني كذا قصة يا شيخ يعني كان لها أثر ووقع في قلبك من المستفيدين، أتوقع أنها كثيرة لكن انتقي منها واحدة اثنتين. القصص كثيرة والله يا أخي، ترى الناس تحب القصص وعد. الناس تحب القصص. إيه أكيد الناس تحب القصص والله، يعني فيه المشكلة حنا بلد صغير وأي قصة معروفة تكون يعني معروف صاحبها يعني. أي نعم، لذلك أنا ما أقدر أقول لك. لا ما يخاف أترك أحسن. ولا فيه قصص واجد، ولكن إن شاء الله الأيتام في أيدينا أمينة أهم شيء. يا سلام. إيه نعم بإذن الله. يا سلام. أيه. طيب. فما ودنا تعرف أن أقول لك النظرة لحد الآن، ما ودنا أن يكون بعض الناس نظرتنا أن نظرة شفقة له، بالعكس. لا لا الآن اليتيم يا شيخ مرات هو يشفق علينا والله. إيه والله لأنهم يا شيخ ناس متميزين متمكنين. إيه والله. هم فقط ربما احتياجات أساسية تنقصهم. والله مبدعين. الجمعية دورها أنها تلبيها. مبدعين الحمد لله. لا شك. والله مبدعين يعني. هالولد الشاب سليمان اسمه سليمان اسمه سليمان إيه سليمان إن شاء الله يصير الشيخ سليمان بعد. يا سلام إن شاء الله يصير خليفتك. مبدع هو وبإذن الله يجيكم هنا بالقناة إن شاء الله يا رب بإذن الله. نبيها ترى بصر على وقت يا أبو بيض الله وجهك. طيب وطبعا سليمان ترى قدم أكثر من تقرير بإذن الله راح تعرض كلها على القناة، يعني مو بس التقرير يعني هذا فقط كبداية. هذا كبداية. يا سلام تسمحون لي تفضل. السفراء معنا اليوم ربما منهم سلطان وعزيز في مبادرة كذا بسيطة بس ما تطول على خشم عليها الشحم. كم تأخذ وقت؟ 5 دقائق. تسمحوا لي 5 دقائق؟ تفضل. يلا يا سلطان. بسم الله. الله يجزاك بخير على ما قلت، احنا والله ما نقدر نتكلم في الكلام وفيه المشايخ و فيك الخير يا سلطان وليهون عزيز والبقية. أبشرح لكم بشكل سريع. هل عنده مبادرة؟ هذه مبادرة من فريق الدعم، قدموها فريق الدعم. الله الله والله يجزاهم خير. احنا يوم نتكلم هنا سلام بوضحها بس بشكل سريع. احنا يوم نتكلم هنا تفضل يا محمد عندك نتكلم عن ان العيال كل واحد في خاطره انه يتبرع. بتجي الكاميرا اسلم. كل رجال في خاطره انه يتبرع ويقدم شيء للوقف. صح. وبما ان سفر الوقف احنا نمثل الوقف، انا بس بطلع بجانب بسيط اذا تسمحوا لي. خلوني أفكر شوي بعيد. يا سلام. لو كان ما في جمعيات لرعاية الأيتام، تخيلوا معي ما في جمعية لرعاية الأيتام ولا فيها السهولة اللي حنا نقدمها، وإن نسمع حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنا وكافي اليتيم في الجنة كهاتين، صدقني أنت روح وانت تعب وانت حصد وتبحث عن يتيم وتشوف كم كفالته وكم يكفيه وكيف أكفله علشان تكون لك ضمان الجنة
بهذا الوعد اللي كان من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم احنا في نعمه بس ما نشوفها ان في جمعيه رعايه ايتام تختصر عليك الطريق هذا كله. فريق الدعم اليوم جابوا مبادره، العيال كان في خاطر كل رجال منهم انه يتبرع. المبادره بشكل سريع في فازات هنا، كل فازه عليها اسم متسابق، ما شاء الله كل فازه عليها اسم متسابق. الفازه اللي هي العلبه القاروره. طيب طيب كل فازه لا ما شيخ طيب خلاص طيب يا شيخ كل اسلم طيب كل علبه قول كل قاروره اي كل قاروره عليها اسم متسابق جميل. طبعا الدفع عن طريق اتصالات. في ناس ومحبين لكم، السلطان محبين، لاحمد محبين، البسام، العبد الله الى اخره. صح. اذا مثلا في شخص محب لك وده يتبرع عن نيتك يقدم التبرع ويصور الايصال ويرسله لفريق الدعم. فريق الدعم بيتواصل مع الاعداد، الاعداد بيبلغنا يقول يوم جاء عندنا احمد الرحيم تبرع الالف، نكتب ألف ريال احمد الرحيم. ممتاز. 500 عبد الله الشليهيب في قاروره عبد الله الشليهيب. اي فلان فلان. نهايه الاسبوع نشوف اكثر فازه امتلت بالتبرعات ويطلق عليه لقب معين. بين قوسين. اي نعم. هذا اعلى اكثر شخص جاله تبرع. لا انتهت السفاره عندي انا ابو محمد، وانا متاكد انه في الحال واحد فريق دعمي يمثل ابو محمد ويمثلني. بس هو الله يطول عمرك، هو عنده مبادرات ومن بيض وجهه قال تقدم يا سلطان مبادرتك ومبادرتي بقدمها الايام الجايه. لكن دي مبادره سلطان. الله يطول عمرك وما قصر. فاليوم مثلا يتحمسون محبين ثامر ويدفعون فنعبي علبته بالتبرعات. وصل اليوم عن ثامر 2000 3000 5 لا كتابة أوراق. إيصالات ترسل. طبعا اللي على الجمهور أنك إذا بتبرع عن نية شخص تكتب فلان وتصور إيصال التبرع وترسله لفريق دعمه. فريق دعمه واتساب. إيه نعم. على رقم الواتساب. جيد. أو فريق الدعم. طيب محمد عيسى قال خلاص فنعبيها. نهاية الأسبوع نشوف أكثر شخص جاله تبرعات يطلق عليه لقب معين. وهذا تنافس خيري، لو ما يجي لك إلا 100 ريال. وأشكر فريق الدعم على هالمبادرة وبيض الله وجيههم. الله يكتب بيض الله وجهك. عطني واحدة سم. سلطان عطني واحدة سم. بيض الله وجهك. ايش اسمه يا شيخ؟ قفهم. قبل شوي ما فهمت الفازة، الحين قفهم يا شيخ. طيب فازة انت انا بتحط الاسماء؟ الاسماء اي نعم. طيب ترى هذا يا جماعة في مصطلح الشيبان قارورة؟ قارورة. لا مو شيبان. ايش تجاوب يا شيخ؟ علبة. علبة. نعرفه يعني احنا قارورة. يا سلام. فيها دقة تعرف الدقة شيء. ايوه. وابيع الملعقة بقرشين. قولهم يجيب القارورة يا ترى هي الدقة الحين اشرحها. اي. غربي يعرفونها. طيب يعرفون. الدقة الخبز و لا خبز الدقة ملح مع كمون. ملح وخبز وصح. كمون. دقة يا ابوي دقة ايش بك انا ما ادري اعرفها منك الدقة. على كل يا جماعة الخير باختصار ترى احنا ما نستلم نقد ابدا ابدا ابدا، كل ما في الموضوع ايصالات ترسل على رقم الواتساب او فريق دعم سلطان هم يزودنا فيها، اي ايصال يوصلنا راح نطبعه ونضيفه هنا، صح كذا يا سلطان؟ وبيكون في لكل علبه اسم لاحد المتسابق لجميع المتسابقين طبعا. اعلى متسابق يجي ايصالات خلال فتره سفارك طبعا. اي نعم. لكن بالامكان انها تستمر ترى الامر سهل. احنا لهم الى نهايه البرنامج. اعلى شخص يسمونه ايش؟ معين. معين معين باذن الله للايتام. اي باذن الله. معين معين الايتام. يا معين. طيب اللي ما تنام يا معين يسر واعن يا كريم. امين. بيض الله وجهك يا سلطان. هذه ايش حكمه؟ هذه يحطون فيها الاسماء ويلصقونها استيكرات. استيكر يقول اللصق. لا يا شيخ مو بستيكر لصق. اي بيض الله وجهك فريق الدعم. بيض الله وجهك يا سلطان. الحقيقه انه السفراء اي والله رائعه. جماعه ترى هذا اللي نحتاجه من فرق الدعم القادمه للسفراء القادمين. نبي هالابتكارات، نبي هالافكار الجميله. شوف يا جماعة الخير، كل ما جو سفراء كل ما كانوا أكثر تفاعل، وهذا شيء طبيعي أنه اللي يبدأ يكون في تذبذب لأنه أول سفير جو اللي بعد الشباب أبلوا لا صح عبد الله الشهراني وينه؟ موجود. أي. طبعا اللي تعبان يا جماعة خذوا قاعدة معنا نايم. أيوه. أي نعم. فعسى ربي يوفقه. على كل السفراء الآن اللي هو سلطان وعزيز عسى ربي يوفقهم تفاعلهم أقوى وأقوى، والقادم ما حد له عذر، لا فرق الدعم ولا المتسابقين. نحتاج الجهد يكون أكبر ويضاعف، ونبي أفكار جديدة مثل ما صار فكرة فريق دعم سلطة، وننتظر بعد عزيز لازم يجيب لنا فكرة إن شاء الله بعد مختلفة. على كل يا جماعة الخير، هذه مبادرة بيض الله وجههم. أشكر فريق دعمك على وجه الخصوص، لأن والله العظيم ما شاء الله الجوال ما وقف من بدأت سفارتك.
أقولها شهادة لله عسى ربي يوفقه والتنافس قائم. طيب أنا ودي حقيقة جسنا كذا بعض البشائر من بعض المتبرعين خلونا نقول التبرعات ثم عاد نسمع تعليقك شيخنا. ترى بجيك المسامح أبجيك الحين بعد شوي لب عينك. طيب أم عبد الله المطيري تبرعت ب2500 ريال عسى ربي يتقبل منها ويرضى عنها. ماجد آمين. ماجد الشمري 2100 ريال. سعود الشمري 1800 ريال. فاعل خير 1200. خلينا نقوله ثم صفقوا مرة واحدة رأيكم؟ صفق ما اتفقنا يا ضاحي. مري 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 يلا يا المرة يلا. ها ترى حمد ينتظركم. أنا العنوز موجودين. ها ما شاء الله الخير والله بالجميع عشان لا أحد يفهم بس. طيب سعود الشمري 1800 ريال فعل خير. إن شاء الله أن يكون مري فعل خير ذا. 1200 ريال. منيرة عسيري 900 ريال. بندر الجلعود 900 ريال. فاعل خير 900 ريال. فاعلة خير 600 ريال. أم إبراهيم 600 ريال. فاعل خير وفاعل خير كل واحد تبرع 300 ريال. طبعا في أسماء لا زالت بقية أذكرها إن شاء الله بعد شوي. ودنا يا شيخ تدعو لهم وتشكرهم ثم بجل الشيخ سليمان كذلك يدعو لهم. الله يكتب لهم الأجر إن شاء الله ويجزاهم خير. آمين. عن كل يتيم تبرع له يا رب. لا شك أنهم داعمين. هذا دعم دائم الحمد لله. هذا الوقف هذا الوقف نعم هذا الوقف يا جماعة الوقف اللي في مكة إن شاء الله راح يكون نعم راح يكون انطلاقة لكل شيء. انطلاقة لدعم اليتيم، انطلاقة لمشاريع اليتيم، تحقيق احتياجاته إن شاء الله احتياجاته التنموية والرعوية. يا سلام. أيضا حتى بإذن الله راح تكون الإسكان له بإذن واحد أحد لأن هالمشروع هذا نوعي حقيقة. نعم صحيح. والجمعية في كل ثقلة نازلة بهالمشروع هذا لعل الله إن شاء الله سبحانه وتعالى نتمم هالمشروع ويكتب أجر كل من تبرع. يا رب يا أي والله هذا مشروع حقيقة نتمنى أنه إن شاء الله ينتهي على خير يا رب. وبإذن الله أقل فترة راح نبشركم إن شاء الله يا كريم باكتمال المشروع. أستاذ سألتك لكل من يتبرع ومن عنده نية تبرع ها يتأخر ولا يصبر ولا الله يكتب لهم الأجر. الله يكتب لهم الأجر إن شاء الله. ولكن أنا ودي أن السفرة يقومون يولعون شغلون الحد. سلام بغيتها بالأخير. يلا بيض الله وجهك. طق اللمبة عطى لمبة. بسم الله توكلنا على الله. واحد اثنين ثلاثة. طيب بصح لك اللمبات والله الحمد. طيب عشان والله الحمد وصلنا 20% من قيمة الوقف. يا سلام ما حد قال لك تروح. خلك خلك بصراحة احنا الآن اسلام احنا شباب شباب احنا الآن مضينا شهر من البرنامج. خليك واقف اسلم. احنا الآن مضينا شهر من البرنامج ومن المتوقع اننا نصل الى نصف اللمبات ولكن باذن الله ان بنهاية الاسبوع ان شاء الله رواتب جايه ان شاء الله ان نحقق. لا والعشرة عشر ذي الحجة. لحظة لحظة 10 ذي الحجة أفضل أيام الدنيا. نعم صحيح. بإذن الله إن بعشر ذي الحجة إن نفرح حين باكتمال الوقف يا رب بإذن الله. اسمح لي بإذن الله. اسمح لي عزيز قفل اللمبة. لا لا قفلها في حاجة جديدة. يسار أول واحدة. أيوة طيب شباب واحد اثنين ثلاثة ثلاثة يا رب عشان نكسفين يا شيخ. خلاص سلطات انها على شغله بس اوضح للشيخ سليمان. اسمح لي ترى يا شيخ عندنا 20 لمبه قيمه الوقف 20 مليون. كل لمبه تمثل مليون بما يعادل 5% ما شاء الله. الان وصلنا 20% يعني ندعو لهم كثر اللمبات. اللهم كثر اللمبات. يا سلام اسلم يا سلطان. شفت المبادره اللي قدمت؟ احنا والله ما ندري ايش في العالم الخارجي لكن متاكد ان في تواصل بين فريق دعمي وفريق دعم عزيز. متاكد وان المبادره ذي باسمهم كلهم ترى هم يوصلون لكم ايش يبغون. أنا والله إني ما أدري شو قالوا جايبها فريق الدعم لكن متأكد بين السهوم والدواهي تواصلهم اللي قدموا الشيء ذاك. يا سلام بيض الله وجهكم جميعا. وجهك ما قصرتوا والله. فريق الدعم مجتهدة حقيقة أشكرهم. عندنا شيخ عزيز احنا متفائلين بإذن الله أن يعني نرتفع أكثر. نرتفع أكثر ترى تعرف دائما ما بين الرواتب تخف شوي لكن إن شاء الله بنزيد بإذن الله. ترى عندك جمهور هنا بس أطلبوا وأبشر بالسعادة بإذن الله. مو مقصر شيخ سليمان نبيك تدعو لي كل من تبرع. بذكر بعض الاسماء الان والله ان شاء الله. انا احب امشي في الليل تعرفني اي والله اني اعرف من عرفتك تمشي في الليل وسحر ان شاء الله في الطريق.
يا رب. طيب شخصنا وقت زور رب السماء الدنيا فيقول هل من ساعطيه هل من فادعي في اخر الليل وانا في ذلك السفر بيني وبين الرب. طيب شخص الايمان لازم كذا رساله خاصه للداعمين ورجال اعمال، خلينا نخص من الداعمين مؤسسات المال اللي ما قصرت على رسم وقف العويضة اللي تبنى بناء هذا المبنى الجميل. الارض ولا لا صحيح بالمبنى كم 13 مليون تقريبا؟ ما شاء الله، هذا من اوقاف العويضة، هم اللي تكفلوا ببناء مقر الجمعيه واعطوهم الارض. مركز تعليمي متكامل. يا سلام يا سلام. أنا اقول قلتها كم مره، رساله في الخليج في الكويت وفي قطر وفي البحرين وفي الامارات، اي جمعيه يدعوني اقول انسان الرسول عليه السلام تكلم عنه. انتم معي يا سفير؟ اسلموا يا شباب. انت معي؟ لا ما انت معي. طيب اقول لهم شخص الامان هذه اقول ان اقول ان الناس في طبيعتهم اخبر عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقولون. فماذا يقول ابن ادم؟ الرسول يقول، يقول ابن ادم يقول مالي 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 مالي. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم يسال، شفر لي يسال المصطفى محمد يقول وهل لك من مالك إلا ما لبست فأبليت، يا الله، أو أكلت فأفنيت، أو تصدقت فأبقيت. فأبقيت يا سلام. يعني هذا اللي بقالك، لكن الأكل والشرب والأشياء اللي تصرفها هذه رايح عنك، لكن البال هو. وضربت المثال قلت الآن هذا بجيبي، بجيبي الآن دخلت بجيبي وطلعت، إيش طلعت دي وش هي؟ 500 لا مو 500 لا والله أكثر، 1000 ما شاء الله. زين مصروف للطريق حطه بجيبي، وأنا قاعد مع أخوي عبد العزيز أتكلم سلام. مت ولا نمت؟ مت الله. صحيح والله صحيح صح شيخ. الله يطول بعمرك. الله يطول عمره وعمرك على الطاعة. مت لا مت. أسألكم بالله هل لي حق في هذا المال اللي في جيبي؟ لا خلاص. هذا لي حق فيه؟ لا أبدا. حق من؟ الورثة. الورثة. لكن قبل لا أموت، قبل لا أموت مريت صراف الراجحي ودخلت بالماكينة وحولت الوقف. يا سلام. 600 لأن السهم كم؟ 300 300 قبل لا أموت. مدى الحياة. هذا 600 اللي حطيتها إيش صار لي؟ أبقيتها. أبقيتها. الرسول يقول أو تصدقتها فأبقيت. فأبقيت. لكن قبل لا أتكلم مع ناصر أنا حي. هذه ملكي انا، حتى ما يقدر ابن ابوه حتى ام العيال ما يقدر تدخل ايدها. تقدر تدخل ايدها من غير اذن وتاخذ قروش؟ انا ما ادري الحليب بتكلم الطيب حليب ربحه ما ادري حليب ربحه ما ادري عنه، يمكن تدخل ايدها ام انا ما تقدر. لا بتقول لو سمحت يا عبد العزيز رشد بيبك 500 باخذها مصروف. هي شفت مددها في ربحه لانهم ما شاء الله اهل اقول كرم. انا مثال مثال ربحه ولا غيره، لكن ما دامت حي ما تقدر. لكن لو مت اول من يدخل يده في جيبي من؟ الورثه. الورثه والورثة حتى إذا أخذوها مو كلهم يأخذها، أي واحد لازم تبدأ وتوزيع وصك ورثة وتوزعونها. فالرسول يقول أنت تقول مالي مالي ما مو مالك ذا. صلى الله عليه وسلم قال أي أحب إليكم ماله أو مال ورثه؟ ما هذا حديث صحيح يا شيخ؟ كذا سأل الصحابة قال أيكم أحب إلي ماله ولا مال ورثه؟ من ماله؟ وش قالوا؟ قالوا مال رسول الله. قال مال ما رثه حمك الله مال ورثك ما أبقيته، لكن مالك أنت اللي صدقت. وذلك في البخاري يوم جاء الرسول صلى الله عليه وسلم جاب شاة، أو في مسلم كان ما نسيت جاب شاة وقال يا عائشة قطعيها وتصدقي بها وخلي شيء لنا. فعائشة قطعتها وتصدقت وبقي شيء منها. يوم جاء الرسول صلى الله عليه وسلم سألها قالها ما فعلت بالشيء؟ قالت صلى الله مثل ما قلت قطعتها وتصدق فيها وبقي كتفها. وبقي ايش؟ كتفها. وش قال الرسول؟ قال بقي كلها إلا كتفها. اللي هم أكلوه، اللي هم حاطين البيت بياكلون. نعم. قال بقي كلها، وش كلها؟ اللي تصدق اللي جزعته. يا سلام. هذا اللي قاعد وراء اخ البشاش من رجال اعمال اقول لك او سيد او حتى انسان بسيط على قده. نعم مصروف على قده اصلا لو اصلا انفق، لان خير الزكاه خير الصدقه ما كانت عن ظهر غنى. نعم صح. لكن درهم سبق 1000 درهم. فانا قلت فكر اللي بجيبك ال100 وال200 وال1000 وال2000 ترى هي مال ورثه قبل لا ياخذك. على يقولون الاولين عزرائيل، كنا نقول زي كذا احنا صغار، يجيك عزرائيل يقضي بروحك. لكن درسنا عند ابن عثيمين قال لا، لم يرد في السنه ان اسم ملك الموت عزرائيل. لم يثبت. ورد لم يثبت، ورد انه ميكائيل، اسرافيل، مالك خازن النار، اما عذر. فاحنا قبل لا ياخذ ملك الموت روحك في جيبك ان قدرت. احنا ما نقول انت تقدر، سهم واحد 300 مثل ما قال الشيخ، اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث او صدقه جاريه 300 دينار يصل الى يكفي اليتيم مدى الحياه. الله الله يا اخوان انفوا سم. الحين عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه بئر روما له وقفين الان شغال. الله الله شفته انا من اكثر من 1400 سنه. الله السلام. والى الان يجري له الاجر بهذا الوقف من غير الاجور الاخرى. ان شاء الله مبشرين بالجنه. ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. فاقول لك هذا كمثال من هاك الوقت الى الان وفي الوقف شغال. وهل كان لك اجرهم يا شيخ؟ احنا يوم كان يدور علينا الصريع الله يسكن الدوس هذا عياله موجودين صح الصريع عيال. كان زي كذا احنا ايتام مكه يوم مره يعطينا فول وتميس، ما كان زي كذا في جمعيات الايتام ما كانت منتشره الى الان. يوم كبرنا عرفنا فضل الله يرحمه
والد صالح الصريع يعني ومنه غيره اللي بمكة في شعبان كانوا بعض التجار إلى الآن نذكرهم وحنا صار يوم كبرنا ذكرنا أنهم أعطونا الشيخ عبد الله الخليفي وحنا أيتام ندعي لهم الآن هم أعطونا شيء أكلناه وراح ما بالك إذا حطيت سهم 300 ريال صدقة جارية يكبر هاليتيم ويصير مثل ذا الولد سلمان ما شاء الله وسليمان ويصير دكتور ولا يصير مسؤول في الدولة وأنت الذي سببت هذا الخير يا سلام ولذلك صلى الله عليه وسلم قال إن الله يدخل الجنة السهم ثلاث حجره مسلم إن الله يدخل بالجنة السام ثلاث صانعه ومناوله وبائعه ورامي سلام. ليش بائعه ماخذ قروش وصانعه ماخذ قروش قال لأن النية كلهم مشتركين يكسبون الأجر صحيح. فأنت لا مجرد تقدم هالوقف ذا وبنى في مكة كم مكة مكة بلد الله الحرام ميزانة صحيح أوروبا وأمريكا والله نعرف ناس أسلموا في أمريكا أوروبا يتمنون يأتون مكة يحطون له شجرة بس يغرسون شجرة بس شجرة يظل الناس يسبون فبالك أنت مو شجرة مبنى وشطولة سيكون وقف لهؤلاء الأيتام يا سلام الله الله يا اخوان انفقوا 10 ايام مقبله وشهر محرم العلماء كل مجمعين شهر محرم ذا ذو القعده من المشهر المحرم شهر أربعة رجب وذو القعده وذو الحجه ومحرم هذه تضاعف فيها الحسنات وتضاعف فيها ايش السيئات الا ان السيئات يقول العلمين لا تضاعف بالعدد لان الله تعالى قال فجزاء سيئه بسيئه مثله لكن تضاعف بالكميه كيف قال العلماء انا عم عبد العزيز بضرب كف وانا مدرس بضرب كف أو أنا بضرب زوجتي كف ما لي عبد العزيز عشان لا يزعل هذه زوجتي قدامي وبضربها كف إذا قلت بها كذا هذا كف إيش خفيف هذا كف دلع أقول لا كف كيوت إيش كيوت شنو كيوت يعني كذا مدلع دلع إيه حنين يعني أقول لها يعني أقول المصريين اختشي يا بنت هذا كف إيش يسمى كف ولا ما يسمى كف لكن أقول لها كذا يمكن طير له سنين صح ولا مو صح هذا يقول اليمين السيئة تضاعف بالكمية لا بالعدد الكمية أقول فرصة محرم إن شاء الله محرم القعدة الآن ننفق يا إخوان شهر حرم إي نعم ها الأشهر الحرم دخلناها خلاص جميل مثل ما قال الشيخ السهم يدخل فيه ثلاثة صانعه الجمعية قدموا لنا هذا الوقف مناوله القناة إي نعم رامي المشاهدين عسى ربي يقول إن شاء الله وصيامكم ترى في محلها بإذن الله إن شاء الله في وقف اليتيم عسى الله يا رب أن يتمه على خير ونفرح جميعا بتمامه وكماله ومثل ما قال الأستاذ مشاهد متفائلين عشر ذي الحجة تكون عشر مختلفة أيوة بإذن الله لهذا الوقف الطيب يا الله يا الله مسامح وش بتقول لكل من دعم ومن سيدعم قولهم الله يساك سامحني خير. إذا في اتصال واحد أو اثنين كحد أقصى نسمع منهم كالمعتاد في آخر مساء أي نعم أقول أي بعد مسامح الله يجزاهم خير كل من تبرع وكل من سعى مو واضح الصوت أستاذ مسامح أول لقاء ولا أي نعم شيخ خله على راحته أسلم أسلم أنت من حظك جيت مع الشخص اللي أمام أسلم الله يجزاه خير كل من تبرع وكل من سعى في هذا الوقف وبإذن الله بإذن الله أن الحلم راح يتحقق بإذن يا الله رب بإذن يا الله. رب يا رب يا رب ومن يكون بعد توفيق الله يعني سبيل لتحقيقه هم الجمهور الكريم اللي حقيقة ما فاتئوا ولا تعبوا دائما يقدمون ويبذلون ويعطون من حر مالهم سمي عزيز ودنا ننزل بتويتر وبسناب ايه عن الوقف عن الوقف ولا تبي تكلم شو الله يطول عمرك يقول نبي الجوال عشان ننشر الوقف اي بس انا بس هم يا شيخ عصفورين بحجر اي اي خطيرين يا شيخ ابدا سمعتوا لي كلام مديركم خليكم والله كل تكلمون كل اعطيكم وقت انتهى نصف الليل عشان تهجرون تكلمون طيب بس يجوز شرعا اذا كان بوافقة الاداره لا يا شيخ اي هذا لا شيء الحين ما في نعم يا شيخ جواب دبلوماسي عندنا بس نقطة لا ندخل في الجوالات ها تهريب الجوال لأجل التبرع فقط أنا قلت لك يجوز شرعا موافقة الإدارة يعني الإدارة. يعني باختصار ما يجوز الإدارة مو موافقين بس خلاص خلاص انتهى الموضوع طيب وراك عزيز من أنتم مقتنع بالجواب ولا ايش؟ جواب إلا والله ولا الحين مستوعبت الجواب؟ جاني 10 أجوبة ما أدري أي جواب ضبوط الجواب إنه ما يجوز ما دام الإدارة مانعة لا طبعا قلت يجوز إذا سمح موافقة الإدارة يعني ما يجوز إذا منع يمكن الله يهديهم إي بس إي نعم يمكن الله يهديهم صح لهم حق حقين تويتر لهم حق وإيش؟ حقين السناب لهم حق وحقين تويتر لهم حق حق إيش؟ حق إني أرشدهم للجمعية الآن يسمعونك كل الدعم حقين السناب ما أدري لا لا حطها بذمتي على كل على كل جمهورك اللي يحبك بيتابعك صح سواء بالسناب ولا غيره صح ولا لا وانا اسنب لك قل لي طيب. وانا اسنب لك يا سلام يلا جاك قل لي وانا انا معي سناب وللعلم ترى فريق دعمك شغال ومو مقصر ادري والله
بيض الله وجهك يا عزيز. لا لا مو مع سناب انا الحين اسنب لك شبي اسنب لك. طيب ارقام الاتصال الشباب على الشاشه الان، نبي اتصال او اثنين كحد اقصى عشان الوقت. طيب انا ودي حقيقه اسمع من الشباب، ما سمعنا منكم. ها يا حماده. الله يمسيكم بالخير. اولا شكرا، شكرا اخوي عبد العزيز على مقابلنا بذا الوجيه. الله شيخ سلمان الجبيلان، سليمان خليته صالح ثم سلمان. لا لا انا عايز، انا احب احد غيره. من امنياتي مقابلتك والحملات حقك. الله يعافيك. انا قلت ان الشيخ بيجي والله فرح والحق الله الاخ مسامح الشيخ رئيس مجلس الاداره الاخوي مشاري مشتاقين له والله العظيم كم فرحتونا. الله يجزاك خير. قبل تولع اللمبه بشوفتكم. الله يجزاك. وقبل شوفتكم تولع اللمبه اللي شفناه يعني الحين من الاول. صراحه اخوي عبد العزيز ترى انا امام غامات لا تحرجني. صراحه اللي شفناه والله العظيم انه يشرح الخاطر. يا سلام. اولا عن سالفه الوقف الارض، الوقف اللي شخص يدفع ارض كامله بقيمتها ارض وبناها 13 مليون بناها على حسابه، ايش احنا امام ذا الشيء؟ والظاهر ايش ممكن مو موجود الحين توفى صح؟ طاف العويضه لا زال لا عياله موجودين. الله يجزاه الله يجزاه عياله على طريق الله يجزاه الله خير. كلامك صح يا شيخ، عياله ابن عمر اعرفه انا عويضه الله يسكنه جنة عشان كذا قلت توفى عياله على نفس طريقه. شوف هو توفى والان شوف الصدقه جاريه. يا سلام ما شاء الله ما شاء الله. وانت قاعد تمدح وتثني عليه. يا حماده اراني بخلص بس ابي اتكلم عن الفصول. الله يعطيكم العافيه. الله يبارك. الفصول التعليميه، الفصول التعليميه شيء جميل جدا، وارى انكم تشجعونهم على توجهات الدوله الان مثل الامن السبراني. ها تخصصات الحديثه. ايه تخصصات التنمويه صح. هيئات تطوير المدن جميل. الترفيه الاشياء السياحه. حماد هذا مقترح ممكن يدرس منكم باذن الله. شوف انه جيد بالعكس. وتسوون الفصل باسم حماده لانها فكرتي. ايه كذا نظامك. لا لا وبعدين اسمع ايش يقول لك، يحط له باسم حماده. ايه عشان انت تبغى يدلعون يقول لك حماده. حماده هو كذا يوافق الجسم يسمونه حماده. شوف والله رفع عليك هنا والله لازم تروح مصر لان مصر هم يدلعون حماده. طيب باخذ احد الشباب من هنا اللي ما تكلموا. بسام تكلم سامحني اللي ما تكلموا. ضاحي انت وراك كل حلقه صاحب علي. ابى ذكرى العين انت حتى ها؟ اي لا خلي العيون نبي بعد اللي بس ما احد منهم قال بيت شعر يا اخي. انا غريبه. سياف جاهز والشعراء عاد لا والله غريبه العاده يا شيخ العاده. انا احمد اسمع منك شيء. يوم طلعت دوس الله يديهم الاسبوع اللي فات وقصيده ورا قصيده. الحين شيخ وشيخ 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 اربع مشايخ ما حركت. اي والله ما سمعنا شيء ما سمعنا شيء. في كم شاعر ما شاء الله. بعيد لك حقت اي ما في مشكله. اي مش عم طبعا اهل الاردن الكرام. طيب خلعوه الاردن. جيرت الله رجعت. اي جيرت الله عنده. اي جيرت. طيب بسمع من ضاحي. هاي ضاحي. والله اقول بيض الله وجيهكم. ايوه باذن الله ان الوقف يتم على خير باذن الله ومتفائلين خير الصراحه. بيض الله وجهك. طب عندنا اتصال تسمح لي؟ تفضل. هو ما صدق انه جاء الاتصال انا خاب. طيب السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. وراك يا شيخ خرعتهم ما عاد ردوا. ردوا السلام صح؟ طيب اذا جاء اتصال علموني. الضاحي ما برجع لك. طيب خلك الاردن يعطيني. طيب عطنا يا مشعل وبجيك يا سياف. ترى نبي ابيات بس. اي ايش بيقول اجل عمايل؟ لا هو بغى يسولف. فانا اختصرت. لا شعر عوافي اللي تبونه انا حاضر. شعر الشيخ بشعر. طيب يقول ليها العيون اليوم صارت سارحه وليها الدموع اليوم ما هي مالحه. ايش صار بيها الناس من تجرح تروح ليها الاوادم بالخناجر فالحه. يا عزلتي لا يقرب يا عزلتي مع اتصال وبرجع لك. انا اسف انه ما ودنا نضيع الاتصال. وقف عندي عزلتي. الاخت ريماس السلام عليكم. سامحني مشعل بس بعضهم تعرف على الرصيد مو ودي. اخت ريماس السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يحييك. تفضل يا اخت ريماس. اخت ريماس وراكم اليوم زعلانين منا. قطع الاتصال يا محمد. يا اخت ريماس شكرا على الاحمر. تفضل يا مشعل. لا لا عدها عدها. يقول سجات صعد بقى. ليها العيون اليوم صارت سارحة. سارحة. وليها الدموع اليوم ما هي مالحة. مالحة. إيش صار بيها الناس من تجرح تروح ليها الأوادم بالخناجر فالحة. لا حول. يا عزلتي لا يقرب تكيد البشر. أصورهم هالحين صارت واضحة. خايف على روحي
إذا همت رحيل تصبح مع الأيام غيمة نازحة. كنت أتمنى هقوتي دايم تخيب، والمشكلة في كل مرة ناجحة. هو ليه أنا الطيب على العشرة يخاف، واللي يزعلني أروح أصالحة، واللي رجع لي من بعد طول الغياب أستقبله وأقول الله يسامحه. سلام سلام، ما شاء الله، صح لسانك. يا ما سقيت الماي وإحساسي ضمى، يا ما سقيت الماي وإحساسي ضمى، وما بان فيها هالقلوب الجارحة. هو ليه نقرا الفاتحة على اللي يموت، لازم على كل الناس نقرا الفاتحة. بيض الله وجهك يا مشعل، صح لسانك. وهل دمعي على خدي نهار الوداع يوم قالوا من الله جاني بلاء، ما قدرت اروح ورا ولا ارجع قدام. طيب شباب، معنا اتصال اخونا ريان. السلام عليكم. عليكم السلام. والله حياك الله اخوي ريان، يا مرحبا. سم الله يحييك. شلونكم؟ طيبين. الله يحييك. ودنا توجه رساله للمشاهدين الكرام عن وقف اليتيم بمكه. سام وقف اليتيم. سام 300 ريال. بيض الله وجهك. الله يتقبل منك. الله يبارك لك برزقك ومالك وصحتك. آمين إن شاء الله، يبارككم إن شاء الله كله. سامي ريان. أنا أقرب حمد المري. حمد المري. نعم. حمادة حمادة. وسلم عليك. الله يسلمك. خالد. ريان سعد. عظيم. ريان. هلا هلا عامر. شلونك يا خالي؟ والله بخير. عساك طيب، ما اشتبي عين؟ شلونك؟ شلونك؟ أمورك زينة؟ الله يحييك. ابرك ساعات يا ابو سعد. تدري اني اليوم جالس مع الجبيلان ومع لا تخيل بس يا حمد، والله اخيني فيك واستنسين فيك. يا بعد راسي يا بعد راسي يا ابو سعد. ابشر بالخير ان شاء الله، وقت الاول واجيكم يا خالد. كفو كفو. ريال يا حبيبي، الله يجزاك خير. الله يجزاك خير. الله يسجل عليك. في زواجك ان شاء الله. الله يرضى عنك اخوي ريان. انا ما ودي اقطعك والله، لكن الوقت عندنا على وشك. وحماده حماده بسم الله عليه، استغلون الوقت في الاتصالات. حماده يا جماعه تستاهل يا حماده. الله يجزاك. اللهم بغيت. اللهم لا حسن. اللهم لا حسن. وتبرعي تبرع ولدي اللي انا خاله ريان. ونعم يحسب مع سلطان وعزيز. يا سلام يا سلام، بيض الله وجهك، عسى ربي يتقبل منك. بالرجال الطيب، شوف عيونه تتكلم قبل لسانه. هذا هذا الشيخ. هل دمعي على خدك؟ يلا يا اخي يلا تفضل. يلا ابو تمي. لا لا، هل دمعي على خدك؟ دمعي على خدي نهار الوداع، يوم قالوا فمان الله جاني بلاي. التفت والتحض يعني التفت والتحضني بالعيون الوسع. يلا اليوم لا تقطع رجاه ورجاي، خايف من فراق ما وراه اجتماع. يلا اليوم لا تقطع رجاه ورجاي. هذا يا اخوان، هذا يا اخوان رجل طلق زوجته الطلقه الثانيه والثالثه في شبهه، فهو ضعيف يوم شافه ورايح مبرقع ونظرته ضاق صدره. فهمت؟ ما يبيها تروح. يعني يقول هل لي دمعي على خدي نهار الوداع. أيه. يوم قال قالت لبمان الله ابن الوداع اصل علينا وعليك. جميل. فالتفت والتحضن بعيون ساعيون شافتها، يقول ما قدرت يعني، فيتمنى انها ترجع لان الطلقه الثالثه قد تكون فيها شبهه. نعم. فما تحل بعد ان تنكح زوجا اخر. وهذه القصيده في هذه المراه التي حرمت زوجها والزوج حرم الله جميعا. الله يجمعهم بينه وبينه ويجمع كل محبين يا رب مع بعضهم. حل بينهم فراغ يرجعون بالدعاء. طيب تسمحوا لي، معنا اتصال. معنا حلا. هي اللي تسمع صوتها تبي تاكلها لانها طفله، عسى ربي يحفظها. السلام عليكم يا حلا. وعليكم السلام. يا هلا وغلا وتريلت حلا. هلا والله. ارفعي صوتك يا حلا ولا شغلنا السبيكر يا شباب اكثر. تمام. وش تقولين يا حلا؟ ابي اتبرع بنية سعود الجد ورجعته. اوهو تتبرع بنية عودة ورجعة سعود الجوازة، إن شاء الله آخر أسبوعين طبعاً بيرجع. فما ظننت فيه قبل، عسى ربي يستر أمره. لا لا، خليه تتبرع ببقاء حمد المري وأخذ الكأس إن شاء الله. والله يا شيخ صح؟
يقول تتبرع ببقالة بدل سعود عشان ما يرجع بحمد انه يقعد وياخذ الفايل. نعم طيب يا حلا 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 وش تقولين للناس اللي يسمعونك عن هذا الوقف؟ تقولين لهم تبرعوا؟ تبرع عشان ربي يدخلكم الجنة. يا سلام يا سلام الله يحفظك يا حلا الله يحفظك في أمان الله. يا جماعة اذكر الله عليها عسى ربي يحفظها ويخليها لعين ترجيها. أنا من صغير مثل اذكر الله علي. اذكر الله عليه هو صغير وهو كبير عسى ربي يحفظها. طيب يا شباب احنا بيتان انت ولا سياف؟ اي واحد. طيب الاثنين يلا عشان بختم. هاي سياف عطنا اللي الاسبوع الماضي ترى عجبتني. لا خلي جدد. انت ما سمعت هاي الا سمعتها مع طه الدوسري. لا لا طارق قبل اسبوعين طلع الدوسري. جلت رسلت لي شيء. اي يا شيخ انا ورطتك انا متعمد. كان تبغى لك الاجر مني خبر. عد. كان تبغى لك الاجر مني خبر. هذا. اجر لو الله لعن ابليس. اللي تبي لك الاجر اللي تبي لك الاجر لك مني خبر. اجر لو انك تموت يبقى لك مقيم. بتقول لي ويش الاجر؟ قلت الاجر بادر تبرع لك بوقف اللي تي. سلامتك. يا سلام يا سلام. الله يصاحب جنة. يلا لوجك يا سيدي. اخر مشاركه ثامر. انا بس بيتين عن اللو. اعطني الله يحفظ كل امهاتنا ويرحم الميتين منهم. يقول امي بطيبتها تعدت خيالي وبتضحيتها وش بقى وسط يدها ظني لو ان سفر صلت بدالي تخاف ربي لا يعذب ولدها. يا سلام الله يخلي لكم امهاتكم جميعا يا شباب. صح لسانك يا ثامر ويرحم والدتك. امين يا رب العالمين. يا رب يا رب. ومتوفيه بعد وأموات المسلمين جميعاً يا رب العالمين. جماعة ترى فرصة أن الإنسان اليوم يكفي اليتيم بنية والده. نعم. ترى يا جماعة من أعظم الفرص. حديث صحيح. أنك تضع أي نعم 300 ريال تضعها في يكفي اليتيم بمكة صدقة عن والديك. عسى ربي يا رب يحفظ الأحياء ويغفر للأموات. أي نعم. جاءت امرأة وقالت يا رسول الله أمي افتلتت نفسها. افتلتت نفسها. ولو كانت تتكلم تقول أتصدق عنها؟ قال نعم ولك أجر. يا سلام. أمر البنت تتصدق عن أمها. هذا حديث جميل. صحيح. صحيح. طيب شباب عندنا آلية السفرة بقولها على السريع بحضور مشايخنا من يعني ابتداء الاثنين القادم حتى الأربعاء كالمعتاد نفس الوقت، لكن الطريقة كالتالي. أعطونا البوست يا شباب. التصميم بيكون هذا للمشاهدين الكرام، هذا التصميم بيكون في رقم واتساب. طبعا هذه يا جماعة المسألة تراهي أضبط وأكثر يعني تأكيدا للحقية اللي بياخذ السفير، لأنه ترى عن طريق الرابط يستطيع الشخص أن يكرر أكثر من مرة. أما عن طريق الواتساب كل رقم بناخذ منه صوت كل رقم بناخذ منه يعني في الأخير صوت واحد. مثل ما هو مكتوب اختر سفير الوقف من خلال إرسال كلمة سفير على الواتساب والرقم. طبعا اكتب السفير فلان الفلاني. الأخوان بعدين يوم الأربعاء بيحصون الأسماء. ممتاز. إذا حطيت كلمة سفير في الواتساب بتجيك أسماء المتسابقين. ممتاز. اختر المتسابق اللي تبي. واضح يا جماعة؟ يجيكم هذا الرقم الواتساب من الاثنين حتى الأربعاء فقط على الشاشة الآن يظهر لكم. من الاثنين حتى الأربعاء يعني ابتداء من اليوم الاثنين حتى الأربعاء بداية الحلقة نوقف. إذا أرسلتوا كلمة سفير بتجيكم أسماء الشباب كاملين المتواجدين طبعا واللي سبق أخذوا السفارة راح تكون مستبعدة أسماءهم. اختر الاسم اللي تبي ثم حنا بعدين نجمع الأصوات يوم الأربعاء ونعلم في حلقة الأربعاء من هم السفراء اللي يبدؤون من الأحد إلى الأحد. طيب ليش نعلن الأربعاء؟ عشان فرق الدعم والمتسابقين يكون عندهم وقت يهيئون أنفسهم للسفارة فما يكون الأحد عنده عذر. عنده خميس وجمعة وسبت ثلاثة أيام يعني يمديه يعد فيها اللي يبي. ما حد له عذر لا فرق الدعم ولا المتسابقين. أتمنى الآلية تكون واضحة وهذه ابتداء من اليوم إن شاء الله. طيب أنا لو بصير سفير لهم كلهم أنا برا إيش أسوي؟ كفو أنت شخص سفير دائم. أي والله لا من جد يعني بصير أقول له لا خليك سفير للوقف مو لهم. ايش رايك؟ لا لهم ودي اوسع صدور. لا خليك الوقت يا شيخ. اي نعم. الله يا سلام. طيب انا حقيقه قبل ما اختم ابي اخذ كلمه اخيره من كل شخص ثم بختم ان شاء الله بنداء لكل من يشاهدنا. استاذ مشاري كلمتك الاخيره. اي انا بجي لانهم الكبار بخليهم اخر ناس. لا عند الشيخ ما تعدوا. انا قصدي اخليهم اخر ناس. ما تعدوا. لا والله ما تعدوا. خايف يفصلك. لا والله. اسلم يا شيخ. الله يبارك فيكم وقل نشكر الجميع اللي تبرعوا في الوقف هذا. أي نعم. جزاهم الله عنك الخير وعن كل يتيم
موجود. آمين. والأخوة المتسابقين جزاهم الله خير، الشيخ سليمان والمشايخ الذين سبقوه والقادمين بإذن الله، نقول جزاكم الله خير وكتب الله أجركم إن شاء الله، وإن شاء الله أنكم الدال على الخير كفاعله كما قال صلى الله عليه وسلم. الله أسعدك الله. الشيخ سليمان كلمتك الأخيرة. يعني تذكروا هؤلاء الأيتام أنهم ستكون أنكم ستكونون مع محمد صلى الله عليه وسلم بالجنة، أنا وكافر اليتيم كهاتي. يا سلام. يعني هذه تكفي على قول واحد أوروبي أسلم يقول لو أدفع كل ما أملك بس أكون مع محمد، كل ما أملك أدفع. قل لا أكفي اليتيم. كلنا يا شيخ ذاك الرجل. أيه. هو ربي تو مسلم، تو مسلم، هذا كان يمكن عام 95 ميلادي، يعني 1415. أي نعم. فالآن جاك شيء بجنبك بس أكفل هاليتيم وخلاص. يا سلام. أستاذ مشاري. أنا عندي رسالة للمشاهدين. عطنا رسالة. بكرة عندنا ليلة شمالية الساعة 10:30. وين؟ هنا. ما شاء الله مرتب من ورانا. عندكم والله خطير من ورانا. طبعا شمالية. لحظة شمالية. ليلة شمالية المقدم من أهل الرفحة والشعراء من أهل الرفحة والإعلامي من أهل الرفحة. ليلة اسمها ليلة رؤوم طبعا. أي ليلة رؤوم. ليلة رؤوم. أجل لازم أنتم ليلة شمالية تحطوا مع وسطية. لا عشان أجي أنا ولا حجازية. نجيكم. أسلم يا مشاري. أنا بطلب المشاهدين أن بكرة بإذن الله نشغلنا لمبة. تكفون أن بكرة نشغل لمبة. يا الله يا كريم. يا الله يا كريم. ما طيب طبعاً تبدأ الحلقة بكرة الساعة 10:30 تنتهي الساعة 12 ليلاً. ما شاء الله. ليلاً. أنا بطلبهم طلب أن بكرة الساعة 12 يرسل لي المحاسب يقول قم شغل اللمبة. يا الله يا كريم في هاليوم. يا سلام. وأنا أبمشي أسافر أدعيهم لين أجي. الله يجزاك خير. اللمبات تشتري. الله يجزاك خير. يا سلام. أستاذ مسامح. شكر لله أولاً ثم الجميع المتبرعين والمتسابقين. حقيقة في كلمة أوجهها للأستاذ غطبان والأستاذ رئيس مشاري. المجلس مدير التنفيذي. أي نعم. تشرفت بالعمل تحت قيادة الأستاذ غطبان والأستاذ مشاري. صراحة. استاهلون. استاهلون. من لا يشكر الناس لا يشكر الله. الله وأنت تستاهل. الله يعافيك. الله يعافيك. عسى ربي يسعد. طيب. فادتنا حنا حنقول نشكر الشيخ صحيح. نعم يستاهل. والله جماعة الوقت. آسف. عطنا شيء كلمتين سريعة. جلدي 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 جلدي. الله يطول عمر اللي تبرع واللي ما تبرع إن شاء الله يبي يتبرع، لكن اللي يحس إنه له فضل على اليتيم ترى اليتيم اللي متفضلين عليك. أحسنت. هو اللي خلاك تجاوز الرسول. يا الله يجزيك عزيز ريان بسرعة. أبو غلاء سلام الله يوفق الجميع ويسر أمورهم. جلدي جلدي. اليتيم في عيوننا جميع وأتمنى أنهم يكفلونه 300 ريال لا تسمع ولا تغني من جو. أي والله. والشيء الثاني جمهور ريان انا اتمنى من صوتهم لعبد الله حبيب قلبي ادرس لي. يا سلام يا سلام. طيب استاذنكم يا جماعه نوقف جميعا. ذكرتنا بالمدرسه الاستاذ. لا لا بوصل الاستاذ ستاند اب نوقف كلنا مدرس الانجليزي. طيب انا بس قبل ما اختم بالرساله اللي فازت معنا اليوم الاخت كبرياء انثى فازت معنا ب 300 ريال مقدمة من محتوى مبادرة عسى ربي يتقبل منها. كبرياء انثى مسميه نفسها. الله يعلم متواضع ان شاء الله. يا رب يا رب. اي اسمها كبرياء. طيب يا جماعة هي ختاما هي رسالة يا جماعة من القلب اسأل الله ان تصل الى القلب. الله جل وعلا يقول: ها انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. المنادي هو الله جل وعلا. يا جماعة الخير الله جل وعلا هيا لنا أسباب التبرع والبذل والعطاء من خلال هذه الجمعية وكجمعية جمعية رؤوم من خلال وقف اليتيم بمكة المكرمة 300 ريال فقط تضعها في مثل هذا الوقف تكفل بها يتيم مدى الحياة وتنال بإذن الله جل وعلا أجرها وبركتها وبإذن الله لكل مهموم لكل مغموم لكل من يبحث عن وظيفة من يبحث عن أسباب الرزق لكل من عنده مشكلة مع زوجته مع والديه لكل من عنده مريض اليوم يا جماعة تقدمون هذا الإنفاق في وقف اليتيم بمكة في سبيل أن الله جل وعلا يفرج همك وينفس كربك ويشفي مريضك ويعطيك حتى يرضيك. أنا أقول في الختام يا جماعة مثل ما قال الأستاذ مشاري نحتاج غدا بإذن الله نفرح جميعا ونشغل بإذن الله لمبة ولمبتين وعشر. والله العظيم من جربكم يعرف قوتكم بعد توفيق الله لكم أنكم تقدمون
وتبذلون وتعطون من حر أموالكم وتستجيبون لنداء ربكم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وأنا أشهد الله أن كل من يشاهدنا الآن أو الأغلب حتى نكون صادقين كان له سهم في إقفال أوقاف كثيرة جدا في برامج سابقة، وليس هذا البرنامج إلا امتداد لبرامج أخرى، وسيكتمل هذا الوقف بإذن الله جل وعلا ثم بعطائكم وإنفاقكم. حتى ما أطيل جماعة تكفون، هؤلاء اليتامى كل يوم يتابعونا وينتظرون منا اكتمال هذه اللمبات حتى يقولون اكتمل وقف اليتيم بمكة، ونفرح جميعا ونقول بيض الله وجيهكم. وأسأل الله جل وعلا لكل من أنفق وقدم وبذل وأعطى أن يجعل ما قدم حجاب له عن النار وعربوا لدخول الجنة يا رب العالمين، وأن يجعل صدقتكم سبب في شفاء كل مريض عندكم. اليوم يا جماعة أتابع سنابات أحد المشاهير واليوم شخص له أن عنده ورم، من المشاهير اللي تعرفونه كلكم، ما ودي أذكر اسمه، قالوا عندك ورم قد أن يدخل في مسألة لك. يا جماعة الإنسان ما يأمن نفسه، اليوم جيد أنك أنت تدفع عن نفسك هذا البلاء بصدقة تضاع في مثل هذا الوقف الجميل، وأن الله جل وعلا يطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، والصدقة تدفع عنك ميتة السوء. اليوم يا جماعة إحنا ما نعرف على أي حال نموت، فيا جماعة الصدقة من أسباب أن تموت الميتة، تكون سبب من أسباب حسن الختام. أسأل الله أن يجزاكم عنا خير الجزاء. في الختام أشكر ضيوفنا الكرام الشيخ سليمان جبيلان على تعني وحضوره معنا، عسى ربي يسعدك يوفق، والشيخ وطبان التمياط رئيس مجلس إدارة جمعية رؤوم عسى ربي يسعدك، والأستاذ مشاري الشمري مدير تنفيذي للجمعية، والأستاذ مسامح الشمري مسؤول المشاريع والبرامج في الجمعية. شكرا لكم يا شباب كل واحد باسمه، شكرا لكم أنتم على استماعكم. انتظرونا غدا في ليلة رؤوم بإذن الله، ليلة الشمالية الساعة 10:30، والأربعاء بيكون معنا إن شاء الله الشيخ محمد سليم الصبحي. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يرضاكم، شكرا لكم يا شباب، يا